الصوت هيطلع كويس لو حضراتكم هتقولوا الصوت ان شاء الله يعني. بص يا هندسه، اول حاجه السوليد وورك لو انت هتسطب اصدار اعلى من اللي عندنا مفيش مشاكل، بس هتضطر تجيب اللابتوب معاك. خلاص؟ يعني ما تكونش قاعد على الديسك توب بتاعك هناك على 2019 وتجيب لي الرسمه بتاعتك كده عشان اشغلها، مش هتشتغل. فدي خلصنا منها. ولما هتعملها مش هينفع اسامحك عليها، ما تقوليش لا انا جبت الهوم ورك ومش هينفع يفتح عندك، ماليش دعوه، اديني قلت لك اهو. خلاص؟ الاحسن عشان تريح نفسك تريحني سطب 2016. اللي موجود على الاجهزه هنا 2016. واللي موجود على الاجهزه القديمه انا عشان كده بسالك، الناس اللي قاعدين على الاجهزه مكتوب كام؟ 16 ولا 13؟ 13. كام؟ 13. 13، انا معايا 16 والمهندس اسامه الترم ده معايا 16. اللي متسطب هنا 13 لو عايز تسطب 13 سطب، هيشتغل على 16 عادي. عايز تسطب 16 يبقى احسن ان شاء الله مش هتفكر شيء. ماشي؟ طيب نبدا السوليد ورك منين؟ احنا خدنا رسم واحد ورسم اثنين، صح كده؟ المسطره والقلم حرف التي والكلام ده. كانت ايه صعوبته؟ ايه درجه صعوبته بالنسبه لك؟ انا بالنسبه لي الرسم، لو انت مش فاكر يعني، انا بالنسبه لي الرسم كانت كل مشكلتي فيه في الايديتنج. ان انا بعد ما ارسم الرسمه لا بطلع بالفيو التاني مثلا او الفيو التالت الاقي الرسمه ايه؟ اللوحه مش مكمله معايا. ولا الاقي نفسي عملت خطوط غلط، فارجع بقى انسح والدنيا تبوظ مني والكلام ده. طبعا طالما ده سوفت وير فاكيد مشكله زي دي مش موجوده اساسا. ليه؟ معايا ايديتنج في اي وقت. وايديتنج لاي حاجه. انت خد بالك في السوليد ورك بترسم 2 دي اللي هو الرسم العادي اللي احنا بنرسمه. وبترسم بعد ما تخلص 2 دي بتنقل نفسك على الايه؟ على 3 دي. فمعاك ايديتنج في ده ومعاك ايديتنج في ده، حتى لما بتخلص 3 دي ممكن ترجع تعمل ايديتنج في مين؟ في 2 دي. فمفيش المشكله دي خالص. ما تقلقش منها. خلاص؟ اللي اشتغل على الاوتوكاد قبل كده هيبقى عنده برضه باك جراوند كويسه لاي برنامج رسم عموما. لانهم كلهم تقريبا مشتركين. لما هنفتح الانترفيس دلوقتي بتاع البرنامج وهنشوف اللي اوت بتاعه هتفهم. ايقونات، كل ايقونه بتعمل امر، بفهم بس الامر ده بستخدمه ازاي وامتى، الموضوع خلص. خلاص؟ يمكن السوليد ورك سهل شويه في ان القوائم الاوامر بتاعته منطقيه جدا زي ما هنشوف. يعني كل امر هسالك قبلها كده عايز تعمل ازاي؟ زي ما انت هتفكر السوليد ورك هتقوم بيعمله. خلاص؟ طيب اول ما هتسطب السوليد ورك في البيت دي مهمه جدا عشان كده بسجلها. ويمكن يا ريت تكتبها عندك في ورقه. اول ما هتسطب السوليد ورك اول مره هتفتح فيها السوليد ورك دي اهم مره في حياتك. ليه؟ اول مره تفتح فيها السوليد ورك طبعا هي مش هتظهر هنا دلوقتي لان اتفتح قبل كده. بيجيب لك قائمه مهمه جدا. القائمه دي فيها اليونتس اللي انت هتفضل شغال عليها طول شغلك على السوليد ورك. في ناس شغاله بالانش، في ناس شغاله بالمتر، مش كده؟ انت هتشتغل بمين؟ في ناس شغاله بالملي. احنا هنا شغالين بالملي متر جرام سكند. اي ادوار بنقيسها بالايه؟ بالملي متر، مش بالمتر ولا بالانش ولا بالسنتي. شغالين بالملي متر. دي ابعادنا عشان لما اشوف المايكرو احس بيه، ما يبقاش المايكرو بالنسبه لي رقم بعد الصفر بست ارقام. تمام؟ اي اطوال هنقيسها بالملي متر، اي اوزان هنقيسها بالكيلو جرام، مش هنفترق قوي موضوع الاوزان في الكورس ده بس عشان تبقى انت عارف. اي اوزان بالكيلو جرام، اي تايم شغالين بالايه؟ بالسكن، مش بالمينت، مش بالاور، يبقى ملي متر جرام سكن. دي لما تظهر لك انت هتفهم اللي انا بقوله دلوقتي. لا ملي متر جرام سكن. خلاص؟ ملي متر جرام سكن. خلاص؟ دي بقى لما هتفتح انت السوليد ورك اول مره بعد التسطيب هتفتكر تقول اه والله الباشمهندس قال لي اخترت ملي متر جرام سكن، لازم تختار. لو ما اخترتهاش اقول لك بس المشكله في ايه؟ لو ما اخترتهاش كل مره هتيجي تفتح فيها السوليد ورك هتضطر تخش خطوتين عشان تغيرها. ولو نسيت الموضوع باظ لانك شغال بايه؟ بسكيل. انا مديك السكيل ده 20، انت عملته 20 بس 20 متر. السكيل كله باظ، الرسمه كلها باظت. فليه؟ من اول مره ابقى عارف، اول مره افتح فيها السوليد ورك اختار ملي متر جرام سكند. اول ما نفتح السوليد ورك مع بعض كده ده اللي اوت المبدئي للسوليد ورك، دي اول حاجه بتظهر لك. حاجه كده مبهمه بيعرفك بنفسه يقول لك انا سوليد ورك بس مش اكتر من كده. السوليد ورك بقى اولا بيعمل ايه؟ انا هقارن لك ما بينه وما بين برنامج اسمه الاوتوكاد طبعا والنور كل الدنيا عارفاه الاوتوكاد ده. خلاص؟ يعني هلا لو هنقسم برامج الهندسيه كده فيعني اللذيذ اللي في الاول الاوتوكاد. فاهم؟ حاجه مبدئيه كده. بس الميكانيكا لا. يعني انت كمهندس ميكانيكا او ميكاترونكس الاوتوكاد مش يعني طالما معاك سوليد ورك مش هتحتاج الاوتوكاد قوي. الاوتوكاد كويس لمين؟ لاي حد بيرسم اللي هو الدرافت مان اللي هو مش مهندس اصلا.
وبعد كده المهندسين المدنيين والمعماريين والانشائيين والكلام ده كله. الميكانيكيين بقى بيحتاجوا ايه؟ بيحتاجوا رسم ميكانيكي. مش كده؟ مش فكره اطوال وخلاص. لا ده راجل عايز يعمل الديزاين بتاعه، عمل الديزاين يخش بقى يعمل شويه اناليسيز عليه يجربه، يشوف هيستحمل اجهادات ولا لا، يشوف هيتكسب منين، يلحمه فين عشان يديله عصب. مش كده؟ مش ده اللي انت محتاجه؟ السنودورك يعمل لك الكلام ده. واكتر من كده كمان، انت لو عامل انجن وهتدخل في الانجن ده فيول وهتحرقه ومش عارف ايه، عارف ممكن على السنودورك تمشي مع الفيول، تقول والله الفيول يمشي من هنا ويطلع من هنا، انا عايز امشي معاه واشوف بقى درجات حرارته هتتغير ازاي، والفلو بتاعه هيبقى شكله عامل، البروفايل بتاع الفلو هيبقى شكله عامل ازاي وهو ماشي. دراسات بقى حاجات ادفانسد شويه، بس خليك عارف ان هي موجوده فين؟ على السنودورك. خلاص؟ ايه؟ الريفت ده التالت بقى، المستوى التالت بقى، المستوى الاعلى من كده. الريفت برضه بيشتغل للناس لكل الناس بقى، مدنيين ومعماريين وميكانيكيين، بس بيشتغل في الاغراض الانشائيه اكتر. بيشتغلوا في الاغراض الانشائيه اكتر، لان الريفت طبعا زي ما اتكلم عنه، لان الريفت انت بتصمم عليه النموذج، بتعمل سيميوليشن للنموذج، يعني شايف المبنى اللي احنا قاعدين فيه ده؟ انا برسمه بالكامل بكابلات الكهرباء، بالمراحل اللي بتتحط، لو في خطوط حريق هتمشي، ميه اطفاء حريق، لو في بلاننج او صرف بنفذه، بشوف النموذج قدامي الاول، المبنى ده يتصمم على كده، يتصمم على كده، يتنفذ ولا هيبقى فيه مشكله؟ ده الريفت، مالوش علاقه بالسلوك. السلوك برنامج رسم هندسي، خلاص؟ طيب، نبدا بقى البرنامج. اول ما تفتح البرنامج هتشوف اللي اوت ده قدامك. طب هرسم فين؟ بص السوليد وورك خطوتين ما بيتغيروش، هما دايما بيتكرروا. اولا برسم في 2D، بعد كده اجي نفس المين؟ ل 3D بس. ايه بقى اللي هيزيد؟ ان ال 2D اوامره في شويه اوامر، ال 3D في شويه اوامر. مره هتخش هنا تستخدم الامر ده او ده او ده، بعد كده تكمل في الاوامر اللي هنا، ده اللي بيختلف. هتستخدم اي امر في ال 2D او في ال 3D. طيب بجيب الكلام ده منين؟ انا عارف، مش انا عايز اطمنك اكتر، بس مش عارف اطمنك بحاجه اكتر من كده. كل اللي هتسمعه مني لو ما حصلتش منه، يعني لو حصلت منه 10% حلو، هدي لك حاجه في الاخر كده هديه من البرنامج نفسه، احسن من شرح ومن شرح اي حد على اليوتيوب كمان. بس انت برضه معلش خليك معايا، استحمله. خلاص؟ اول ما بفتح البرنامج كده بدور على كلمه نيو في اي برنامج، مش كده؟ كلمه نيو هلاقيها هنا، هنا كده نيو. لو عايز اختصارها كنترول اي. طبعا انا هفتح من هنا نيو، هيجيب لي الثلاث خيارات الرئيسيين بتوعي. بيقول لي انت هترسم ايه؟ هترسم دارت، يعني انت لسه ما رسمتش حاجه فهترسم دارت جديد، ولا انت راسم بارتات وهتعمل لها اسمبلي او تجميع، ولا انت راسم بارت او اسمبلي او عامل حاجه بتجمعها وعايز تبص لها من الفيوهات بتاعتها، اللي هي الفيوهات المعروفه، الفيجن، سايد فيو، بلان، فاكرين انتوا الكلام ده؟ نفس البنانات هنا، بس حتى مسمياتها هنا احسن من اللي احنا كنا بناخده، هوريك دلوقتي. خلاص؟ طبعا احنا لسه ايه؟ بلان او دارت. بفتح بارت ازاي؟ يا اما دبل كليك على الخط، يا اما كليك على الخط من هنا وكليك على اوكي من تحت، اللي انت عايزه، اي حاجه. تسيبه يعمل الانيشيشن بتاعه براحته، طبعا اول مره هيعمل انيشيشن طويل، هيقعد لانه يعني بيفتح لنفسه بيعمل اوتو سيف وبيظبط الدنيا في اول مره بس، ماشي؟ هو دلوقتي بالنسبه لي فتح. اليونس اللي هو تحت ده ادي. دي من هنا؟ ما اه بالظبط، فاكر لما كنت بقول لك اليونتس؟ اول ما تيجي تفتح هتطلع لك قائمه اليونتس هنا بقى. يطلع لك بوب اب ويندو كده يقول لك انت هتشتغل بقى يونتس، قلنا ايه؟ مليمتر، جرام، اوعى تنساها بالله عليك، اوعى تنساها. خلاص هي متسجله تحت، هي شايفها؟ مليمتر جرام ايه؟ سكن. تمام؟ لو نسيت بقى هتفتح هنا كل مره وتحددها، وطبعا انت هتنسى، اذا كنت نسيت اول مره يبقى هتنسى بعد كده، فاليونتس بتاعتك كلها تضيع، السكيل كله يونس. ان شاء الله انت مش هتعمل كده، ان شاء الله انت شاطر. خلاص؟ دي اللي اوت بتاع برد، مش انا فتحت برد؟ ده اللي اوت بتاع برد. طب لو كنت فتحت اسمبلي كنت هشوف اللي اوت بتاع اللي اوت، يعني مجموعه اوامر. طب لو كنت فتحت اللي هو برونج كنت هشوف اللي اوت بتاع برونج. انا فتحت برد فشفت مين؟ اللي اوت بتاع برد. انا قلت لك انا برسم 2D و3D. معلش استاذنك في حاجه، ال 2D هنا هيبقى اسمه سكتش، عندك مشكله؟ سكتش سكتش كانك بترسم ايدك. وال 3D هنسميه فيشن. برضه عندك مشكلة؟ طيب احنا خلاص متفقين، بس ما عندناش حاجة تانية. أنا عندي سكتش وعندي فيشن. كل الباقي ده مالكش علاقة بيه، ما تقرفش نفسك، ما تبصش عليه أصلا. ماشي؟ يمكن المهندس أحمد في آخر الكورس كده يبقى يديك إيه؟ يعني يفتح لك الدنيا فيه شوية، عشان
برضه تبقى انت عارف فيه مجموعه اوامر، انما مبدئيا مش محتاجين. انا محتاج مين؟ سكتش، ومحتاج مين؟ فيتشر. بس سكتش هي مجموعه الاوامر اللي ارسم بيها في ال 2 دي. طبعا منطقي انه يديني ايه؟ اول حاجه يديني لاين، مش كده؟ يديني ارسم لاين، لاين، عايز ارسم لاين. تاني حاجه مثلا يديني ارسم سيركل، صح؟ يديني ارسم ريكتانجل، ريكتانجل اللي هو مش ريكتانجل مستطيل، ممكن يبقى ريكتانجل او سكوير عادي، الراجل مش هيقول لك لا، يعني لو ريكتانجل اللي انت رسمته ده كانت اضلاعه قبل بعضها مش بقى مربع، فعادي اللي هو اربع اضلاع وخلاص. طيب اربع اضلاع بس؟ لا الراجل مديك كمان متعدد اضلاع اللي هو المنجر 12 ضلع 80 ضلع اللي انت عايزه اي حاجه خلاص؟ ومديك برده الارك، مش عايز ترسم دايره كامله، عايز ترسم قوس من دايره، الراجل برده مديك الايه؟ الامر. دي مجموعه الاوامر بتاعت مين؟ السكتش. السكتش اللي انا بعمل بيها ايه؟ سكتش. ان انت كنت بتمسك الدرجه اللي يقعد تدوخ عشان تثبت السن بتاعه، خلاص بقى انسى الكلام ده. انت هنا بترسم الدايره دايره، صح؟ ما فيهاش مشاكل. عايز ترسم قوس من دايره بيجي فت. عندك نقطه هنا ونقطه هنا عايز تعمل بينهم قوس بيجي فت. مفيش كده. مع سوفت وير بقى. خلاص؟ طيب. بس في بريبريشن بس في الاول كده، تجهيز ان انا ارسم. انا لما كنت بقى ارسم على اللوحه، اللوحه الاس 3 دي، واحطها على الترابيزه كده وابدا ارسم، كنت بمسكها كده في الفراغ واقعد ارسم ولا بحطها على مستوى؟ بس ابتديها على مستوى قدام، مش كده؟ ما ينفعش ارسم في الفراغ. السوليد ورك عباره عن فراغ شاسع، اكن اديتك قلم بالظبط، اديتك قلم ووقفتك في نص الاوضه وقلت لك ارسم من غير ورق. انت اول حاجه هتعملها ايه؟ هتدور على ورق. تاني حاجه هتحط الورقه دي في بلان في مستوى معين كده بقى، تحط ازمات زي ما انت مرتاح ان شاء الله ترسم لفوق، مش كده؟ بعد كده تبدا ترسم، تبدا تشوف هترسم ايه، صح؟ نفس القصه بالظبط هنا في سودو. انا بقول لك هو منطقي، هو بيفكر زيك تقريبا. يعني انا اول ما اقول له عايز ارسم، بص كده هو يقول لي ايه؟ عايز ارسم لاين، هيقول لي ايه؟ فين؟ في انهي مستوى؟ طب هو الراجل مجبر انه يديني كل المستويات اللي في الكون؟ ولا اي مستوى من اللي حوالينا؟ هو عباره عن مستوى موازي للمستوى للمستويات الثلاثه الرئيسيه. مين المستويات الرئيسيين؟ الفيجن، صح؟ سايد، بلان. مش هما دول الثلاثه؟ طب مش ده الفيجن؟ مش ده الفيجن؟ مش ده الفيجن؟ مش اللي وراء الفيجن؟ مش كل دول الفيجن؟ مش ده سايد؟ مش ده سايد؟ هيقعد بقى يديني كل دول ولا يديني الثلاثه الرئيسيين ويقول لي اختار انت براحتك؟ فهو مبدئيا بيديك الثلاثه الرئيسيين اللي هو مين؟ فرونت، اللي هو كان اسمه الفيجن. انا شايف ان كلمه فرونت افضل. فرونت. الرايت اللي هو انت هتبص له من الرايت. كنا بنقعد نتلخبط بقى، السايد فيو هبص له بقى من اليمين يرسمه في الشمال ولا من الشمال يرسمه في اليمين؟ يا باشا هو هنا مثبته فين؟ في الرايت. يعني انت باصص كده خلاص، عايز عكسه يبقى عكسه الناحيه الثانيه، مش هيروح للناحيه الثانيه يقول لك ليفت بقى، هيلخبطك ليه؟ اهو رايت خلاص. او مين؟ توب. مش بلاي خلاص، توب. انت بص عليه من فوق يبقى توب، بصيت عليه من تحت هو توب برضه، بس انت بص عليه من تحت خلاص. يبقى دول الثلاثه الرئيسيين. استنى حاجه مهمه، انت محتاج ماوس محترم، معلش اصرف كلف شويه وهات ماوس محترمه. شايف الماوس دي؟ دي يعني دي يعني ماوس عاديه، لا عارف اللي بيسموها الاوريجنال دي ولا اسمها ايه؟ ماوس عاديه ب 50 60 جنيه بس كويسه. كويسه في ايه بقى؟ هنا انت مش بتعمل سكرول، انت مش فاتح صفحه ويندوز بتعمل سكرول، لا ده انت ماشي بالشعاع ده وماشي، وانت بتمشي بتعمل حركات، مش ماشي وخلاص. انت ممكن تكون ماشي وبتدوس على ده وده مع بعض، او بتدوس على ده بتعمل فاهم، بتعمل اكشن وانت ماشي. فلازم ماوس يكون الحساسيه بتاعتها كويسه جدا، تكون حساسيه ما تقعش تهرب مني، ما بكونش ماسك اللاين يقعد يروح يمين وشمال كده فاهم يبهدل الدنيا، لا انا عايز ماوس تكون الحساسيه بتاعتها عاليه. الحساسيه اللي هي الدي بي اي او الدوت بير انش، حاجه اسمها الدي بي اي. لما تجيب الماوس وتبص عليها هتشوف الرقم ده مكتوب 800 1200 مش هات حاجه عاليه، هات حاجه 1200 7000 هات حاجه عاليه، هات حاجه كويسه، معلش ما تسترخصش بالماوس، وهات ماوس تكون مريحه على ايدك عشان انت معظم شغلك بايدك تقريبا، شغلك كله بايدك اصلا، انت ما بتمسكش الكيبورد غير عشان تكتب ايه؟ ارقام. فانت ماسك الماوس كل شغلك، فهات ماوس معلش اسمع كلامي، هات ماوس مريح على ايدك، ما تجيبش ماوس صغيره، ما تجيبش ماوس الجيمنج دي مش هتريحك، انت هنا عمال رايح جاي وبتاع ومش عارف ايه، فمحتاج ماوس ايه؟ كويس. تاني يعني تاني حاجه مهمه في الماوس السكرولنج بتاعه. الزرار ده انا مش بعمل بيه زوم ان وزوم اوت بس، انا بعمل بيه حاجه اسمها اوربت، عارف كلمه اوربت؟ اللي هو بلف في الفراغ، يعني انا لو اتكيت عليها كده بص، اتكيت عليه كده واتحركت، بص انا بعمل ايه؟ مش انا هرسم 3 دي؟ مش في يوم من الايام ان شاء الله يعني هنوصل بنرسم 3 دي، فانا محتاج الف حوالين الرسمه اللي انا رسمها،
هلف ازاي بالاوربت ده. فيبقى السكرول ده بيعمل زوم ان وزوم اوت واوربت او فري اوربت، تك عليه وتتحرك بس يمشي لك ايه حوالين بس هتعرف يلففك حواليها. هنرسم ان شاء الله ربنا يكرمنا نرسم حاجه ونعمل الكلام ده عليها. طيب يبقى انا كده بعمل فري اوربت اهو. ببص على البلاد، تحب ترسم في اي مستوى اللي انت عايزه. انا اخترت الفرونت ماشي، انا موافق على الفرونت. انت مش عايزين تختار، لما بتيجي تختار الراجل مش بيخليك تختار كده عشوائي. بص لو انا قربت من المستوى شايف بيعمل لي لون ازاي، هايلايت كده بيقول انت مختار المستوى ده على فكره، هو ده انت عايزه ولا لا. لو اتكيت هيقول لي ايه، خلاص ده انت كده المستوى شغال عليه. لو لفيت كده اهو، هو كده مختار مين رايت، كده مختار مين توب. انا عايز الفرونت، يبقى اطلع من الفرونت كده وكليك كليك واحده بس. طبعا ليه؟ مش انت اكيد مش صغير، الكليكات بتاعتك دي امانه في رقبتك. كل كليك بتعملها بتعمل امر، والله فعلا كل كليك بتعملها في السوليد ورك بتعمل امر. والامر عشان ترجع منه يا كنترول زد وتبوظ الدنيا، يا ترجع تعمل ايديت اصلا. يعني الكليك مش بتعمل مش 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 فراغ، لا الكليك بتعمل امر. فانت مش ماشي كتك 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 كتك، لا خد بالك خلاص. فانا هنا هتك كليك هنا، كليك واحد هي واحده. عمل ايه الراجل؟ جاب لي الفرونت وشال الاثنين التانيين. بس انا برضه مش بس كده، انا كنت بجيب اللوحه قدام عيني عينيا عموديه عليه. عشان ايه؟ عشان احس بالخطوط الفيرتيكال الهوريزونتال، احس بيه مش كده؟ ما يبقاش الخط اصلا الانكلايند مايل مني وانا مش واخد بالي. فكنت بعمل ايه؟ بجيب عيني على الايه؟ على اللوحه. يبقى ده الخطوه الثانيه، بطلع من امر اسمه فيو اورينتيشن. شايفه؟ انا واقف عند فيو اورينتيشن، بفتحه بلاقي حاجه اسمها ايه؟ بلاقي حاجه اسمها ايه؟ اقراها لي كده؟ نورمال تو، اللي هو عينيا تبقى عموديه على المستوى عشان احس بيه. هل انت كده؟ هل انت كده بالمستوى ده حاسس بالخطوط؟ لو خط افقي ولا راسي ولا هيبقى نايم منك؟ طبعا عشان انت لسه جديد، انا الحمد لله تمارس، فاعرف اشوف الخطوط عامله ازاي. ممكن ارسم وانا مش جايب اللوحه قدام عينيا، معيد عادي ان شاء الله تبقى معيد في يوم من الايام وتبقى كده. لا انت ان شاء الله على اخر الكورس هتبقى كده، ومش قبل اخر كورس بمحاضرات كتير كمان. بس مبدئيا معلش خلينا نمشي واحده واحده. انا همشي يعني همشي معاكم اكني لسه بتعلم السوليد ورك خلاص. فانا محتاج اعمل ايه؟ اخش على فيو اورينتيشن واختار مين؟ نورمال. بص نورمال تو يعمل ايه؟ مش تبقى فاهم. شفت عمل ايه؟ جاب بدل ما كانت مايله كده ومش عارف اهي، جاب انا كده ده خط فيرتيكال، ده خط هوريزونتال، ده خط على زاويه 45. فاهمهم كلهم؟ طبعا الراجل لسه مسجل لي امر مين؟ فاكرين؟ لسه مسجله اهو، هو الراجل لسه حافظه. ده كل دي كانت تجهيزات. الراجل بيقول لي هتسمع على المستوى، هتعدله قدام عينيك ولا لا، كل دي تجهيزات. انما لسه الامر ايه؟ ما تعملش فيه اي حاجه. شفت الخطوات اللي عملناها دي؟ اهي دي خطوات السكتش او خطوات ال2 دي. كل مره كل مره هتيجي ترسم فيها حاجه في ال2 دي هتعمل نفس خطوات الفيديو. هتختار مستوى، هتبدا من ايه؟ حسب حسب انت بقى عايز ترسم على الرايت. ساعتها كنت راسم رسمه 2 دي وجبت الوش ده وهترسم فيه بره، تعمل نفس الايه؟ الخطوات. انما هي نفس الفاهم، بروح اختار امر، بختار بناء ارسم عليه، بجيب البناء العمودي على عينيا. هم الثلاثه دول عايز تكتبهم اكتبهم يا ريت. بختار امر اولا، بختار الامر مثلا سلك، بعد كده بختار هو من نفسه بيقول لي هتختار هترسم على انهي بلان، يبقى بختار بناء ارسم عليه. بعد كده بجيب البناء العمودي على ايه؟ على عينيا عشان ابقى شايف الرسمه ايه؟ كويس. هي نفس الخطوات بتتكرر. وهنشوف دلوقتي خلاص اللي هيختلف، بس انت هتختار امر ايه ساعتها. احنا مثلا اخترنا امر لاين، شويه هنختار سيل، شويه هنختار ريكتانجل، بس ده اللي هيختلف ماشي. انا بقى عايز ارسم مثلا وليكن شكل مثلا كده ايه ريكتانجل، يبقى هعمل ايه؟ انا مش هنمدح عليك تاني، معلش هنمدح عليك تاني الكليكات بتاعتك. بص عشان ارسم ريكتانجل، بص يا سيدي هعمل ايه؟ طبعا انت واخد بالك ان في حدود اهي، شايفها؟ في بوردر لاين زي دي، مش حدود الرسم بتاعتك، يعني دي مش المستوى بس اللي انت بترسم فيه، دي مش اللوحه بتاعتك. ده انديكيشن انك بترسم فين؟ في المستوى ده. بس الراجل عمره ما هيعمل لك الايه؟ اللوحه دي على كل الحدود بتاعتك، هو بس بيقول لك انت بترسم هنا، واخد بالك ولا لا؟ يعني انت بترسم هنا مش بترسم هنا، مش بترسم هنا، انت بترسم فين؟ هنا. هنا دي انا ممكن امسكها من هنا كده اهو. ممكن امسكها من هنا
معلش هو ده شكل مختلف عن الحته دي شويه. انما انا من حق ان انا امسك ال من حق ان انا امسك الكورنرز دي واشدها ويقف مش فارقه معاك حاجه. يبقى دي فرونت اهو في اورينتيشن نورمال. انا ممكن امسك الكورنرز دي واشدها انطها مش فارقه اصلا معاك حاجه. مش دي حدود الرسم بتاعتي اصلا. اول ما هبدا اللاين الحدود دي هتتشال. هو اللي فهم انك فهمت ان انت بترسم فين في الفرونت. فتعالى نبدا. اول حاجه هعملها هرسم هحط نقطه. ده طبعا انا بقول لك ده فراغ مش كده؟ فانت اول حاجه هتحط وليكن نقطه في المكان ده. هقول لك على نوعين من البشر بقى في استخدام السودو. في واحد بيحط النقطه ويفضل متكئ لك ويعذب نفسه عشان يروح للنقطه الثانيه. يفضل متكئ وايده توجعه ويفضل ماسك كده عشان يروح للنقطه الثانيه. لما يسيب الخط يخلص. طب ليه؟ ليه؟ ما انا الاسهل ان انا امسك لاين واحط كليك واشيل ايدي واتحرك زي ما انا عايز. لما هتبدا الكليك الثاني الراجل هيعمل ايه؟ هيوقف الخط. ومش بس كده ده هيكمل لي في امر اللاين. تعالى بص اهو الامر اللاين مكمل معايا ولا لا؟ اهو امر اللاين مكمل معايا ولا لا؟ فما تعذبش نفسك. خلي ايدك سلسه على النفس ماشي؟ السولو دول كده في حاجه ممتعه جدا. الحاجه دي موجوده برضه في الاوتوكاد. انا معلش انا دايما هقارن بالاوتوكاد لان مش عارف ليه بس يعني الاوتوكاد برنامج رسم زي بس برنامج رسم مش بتاعنا مش بتاعنا. احنا محتاجين حاجات اسهل حاجات اسهل وتريحنا. يعني مثلا في الاوتوكاد في حاجه اسمها الاوتو سناب. الاوتو اوبجكت سناب. يعني ايه الاوتو سناب؟ شايف وانا ماشي انت واخد بالك ان لقط لي الميد بوينت اللي فوق. طب دي حاجه تساعدك ولا لا؟ ممكن تكون محتاج تشوف الميد بوينت فين وانت تحت. ما انت ممكن تكون هتقف عند ده. شايف لو كملت كده هتلاقي لقطك الميد بوينت اللي فوق اخر نقطه في اللاين اللي فوق. اهي دي امر بتروح تفتحه في الاوتوكاد. يعني هو مش مفتوح بالديفولت كده لا انت بتروح تفتحه. هنا الراجل مشكورا مجهزه لك على طول خلاص. فلو انت ماشي وعايز تقف عند نهايه الخط اللي فوق انا حاسس ان الخط اللي فوق وشايفه. انا تقريبا لو وقفت مش تقريبا انا واقف عنده اهو. ده انا كده وقفت عنده. اطلع اقفل بقى مع الايه؟ مع الشكل بتاعي. لو قفلت باوندري مع بعضها امر اللي انت بترسم عليه بيخلص. مش انا كنت ماشي بلاين؟ اول ما هقفل الباوندري دي بص اللاين طلع ولا لا؟ الامر اللاين يعني الامر اللاين خلص بس انت لسه في امر اللاين. يعني شايف الكرسي نفسها مكتوب تحتها الايه؟ القلم. انت جاي ترسم لاين بس هو خلص لك الايه؟ الحاجه اللي انت كنت بترسمها. هو حاسس انك رسمت باوندري متقفله. وخد بالك انت عشان اصلا تعمل 2 دي عشان تعمل 3 دي من ال 2 دي انت بتحتاج باوندري متقفله. باوندري فاكرين مش خطه سيرمو؟ باوندري كلمه باوندري حدود متقفله او يعني حدود كلمه حدود حاجه متقفله متقفله مش مفتوحه بملي. عارف لو مفتوحه بجزء من ملي مش هيحس بيها. مش هيعمل لك عليها فيتشر اللي هو 3 دي مش احنا اتفقنا ان انا هسميه فيتشر. هو مش هيرضى يعمل لك عليه فيتشر. لازم يكون ايه؟ حاجه متقفله. طب كذا حاجه متقفله مفيش مشاكل. اختار اللي انت عايزه بقى يعمل لك عليه بتاع 3 دي. مثلا رسمت هنا باوندري وهنا باوندري وهنا باوندري كذا باوندري وعايز تطلع بالثلاثه دول لوحدهم هيطلع بالثلاثه دول ويسيب لك الباقيين مفيش مشاكل. عايز تطلع بيهم كلهم تديهم هيطلع بيهم بس يكونوا ايه؟ باوندري متقفلين. انت هتفهم الكلام ده واحنا شغالين خلاص. فالراجل دلوقتي شاف باوندري متقفله فقال لك انت على فكره خلصت باوندري تلزمك في حاجه؟ اه خلاص تمام. طيب ايه رايك نخش على الفيتشر؟ ولا ناقصنا حاجه؟ خد بالك انت كنت بتتعذب وانت قاعد على اللوحه لانك ماسك المسطره وماشي مستني. لو انت بترسم مثلا 35 مللي فانت ماشي 3 سم ونص وتقف. هل انا عملت كده هنا؟ ولا مشيت؟ حر. لان انا عندي امر عظيم عظيم. شايف اسمه ايه؟ اقراه عشان تحفظه. سمارت دايمنشن. ليه سمارت؟ برضه عشان لو قارنت البرنامج زي الاوتوكاد. الاوتوكاد في الدايمنشن عقيم. عشان احط لاين عشان احط دايمنشن لواين فيرتيكال لازم اروح اجيب امر اسمه فيرتيكال دايمنشن. عشان احط دايمنشن لاين هوريزونتال لازم اروح اجيب امر اسمه هوريزونتال دايمنشن. لازم اروح اجيب امر اسمه انكلايند دايمنشن. لازم اروح اجيب امر اسمه سنتر دايمنشن او سيركل دايمنشن. لازم مش اداه واحده. هنا الراجل ده باداه واحده تعمل كل اللي نفسك فيه. ده انت بتعمل الزوايا كده الزوايا دي بامر واحد. تعال بص لو جيت قلت له هنا كده مثلا سمارت دايمنشن بس كل حياتك اتحلت. تيجي هنا مثلا تقول له انا عايز والله شايف اللاين ده شايفه؟
ممكن تحط عليه البعد بطريقتين، يا اما تقول له انا عايز البعد بتاع اللاين ده، يبقى ادي اول كليك وشلت ايدي، شلت ايدي ما مش ماسكها، واتحرك خرج احط خط البعد في المكان اللي يريحني، احط مثلا وليكن هنا. حلو، طبعا مش حد يحط خطوط البعد في الرسمه من جوه، انتوا واخدين رسم واحد واثنين وفاهمين الكلام ده طبعا. يبقى ايه؟ انا كنت بحطها جوه عادي، فانا هحطها ايه وليكن مثلا بره كده كويس اهي، تمام. لما هسيبها هيفتح لي بقى الويندو بقى اللي هي الايه؟ الخياليه. بص شفت بقى الاتصال؟ بيقول لي اللاين ده معمول كده بالايد طلع كام؟ 89.2 من 10 ولا مش عارف، انت عايزه كام؟ اقول له والله معلش انا اسف انا كنت عايزه 50 اصلا بس ايديا ايه؟ 50. الراجل عمل ايه؟ ثبته 50. طب عمل ايه في الابعاد الثانيه؟ خلى السكيل بتاعها بالنسبه لل 50. انت واخد بالك؟ يعني هو مش قاري سكيل معين فاهمه فبيرسم بالنسبه له، لا ده بيرسم بسكيلك انت. انت لو راسم الحاجه تو سكيل مثلا اللاين ده شكله قد ده مرتين وقلت له ده 50 هيخلي ده كام؟ 100 من نفسه. هو مش هيخلي لك ده 50 فيصغره وده يفضل كبير زي ما، لا هو حس انت راسم ايه؟ هو فهم انت راسم ايه؟ انت راسم بسكيل، يعني انت بتقول له انا عايز الحاجه دي شكلها عامل كده والحاجه دي شكلها تقريبا النص دي فتبقى عامله كده. جيت قلت له ده 50 بقى ده 100 بالنسبه لي. خلص الكلام. فاهمني؟ طيب لسه سمارت دايمنشن شغال ولا لا؟ شغال. تعال نحط بعد اللاين ده. قول لي والله مثلا البعد ده كان 80. معلش انا عايزه ايه؟ 100. تمام؟ هل انا محتاج انزل احط بعد الاثنين التانيين؟ ما خلاص ما الراجل فاهم زوايا قايمه وبتاع فخلاص. مش محتاج بقى ان انا اروح اقول للناحيه التانيه كام؟ يعني لو قلت له مثلا البعد ده كده شفت قال لي ايه؟ شتم. خلاص ده دريفن. يعني انت طالما ده 50 ما انت مش، انا مش محتاج انك تقول لي ان ده 50 انا عارف خلاص. ولو قصرت قلت له اه حطوه انا دي اعمل لك ايه بقى؟ اه 50. ها طب معلش انا عايز حاجه ثانيه يا باشا. انا خلصت هو اصلا زي الثاني هو بيريحك فاهم. انت عايز تحط بقى ادي 50 اهو يا عم ماشي. لما هو قصرت بس ايه ما ينفعش تغير. امال مين اللي ينفع يتغير ده؟ طب لو قلت غير ده ما ده ثابت 50. طب اعمل ايه في الحوسه دي؟ انا عايز اغير في واحد فيهم. يبقى من الاساس ما تحطش الاثنين صح؟ من الاساس ما تحطش، حط واحد. عايز تغير فيها ترجع تعدل بقى، انما انت ما تقفلهاش على الراجل وتقول له انا عايز اغيره. فهمني؟ ما تحطلوش ده 50 وده 50 وتقول له لا ده انا عايز اغير ده. طب وبعدين؟ ما انت في واحد تاني انت كاتب عليه 50، خلاص هتغير ده 60 هخلي لك ده 60، هتغير 70 هخلي لك 70، ده انت عملت ايه؟ يبقى من الاساس احط بعد واحد، اوفر على نفسي خطوات، ما اقعدش احط في الابعاد. دي بقى طبعا دي سكيل هتتعلمها انت ايه؟ انت شغال كده، اللي هو اسهل على نفس الامر. انا ممكن اقسم الحاجه زي ما هنشوف دلوقتي بسبع ثمان خطوات، سبع ثمان اوردرات عشان ارسم حاجه واحده، تترسم بامر واحد، بس لو انا عارفه. هنشوف دلوقتي القصه دي. خلاص؟ انت واخد بالك من لون اللاين ولا مش واخد؟ لونه ايه؟ ازرق صح؟ طب شايف الكلمه اللي مكتوبه تحت؟ اندر ديفايند، اندر ديفايند. الكلمه دي ما تاثرش عليا في حاجه، يعني لو انا عايز ارسم 3 دي ده مش هتاثر عليا في حاجه. بس معلش خلينا الشيء بالشيء يذكر، لازم اعرفها لك عشان تبقى انت فاهم السوليد ورك فاهم ازاي. احنا قلنا السوليد ورك عم بيرسم فين؟ في فراغ مش كده؟ الفراغ ده كله السوليد ورك مش فاهم فيه غير نقطه واحده اللي هي نقطه مين؟ الاورجن، اللي بيسموها نقطه الاورجن. تعالى كده على الجنب، شايف في نقطة اسمها ايه؟ اورجن. شايف الأبعاد المستويات اللي موجودة؟ مين؟ فرونت، توب، رايت. دول دايما متثبت، الأربعة دول دايما متثبتين عليك على شمال الرسم اللي أنت بترسمه. دايما موجودين قدامك. ليه؟ ما هو السوليد ورك مش فاهم في الفراغ اللي أنت بترسم فيه غير نقطة واحدة اللي هي 0 0 0. أنت بقى ترسم فين بالنسبة لها؟ ده اللي يفرق مع السوليد ورك، بس ما يفرقش معاك أنت. ما يفرقش معاك، أنا بأكد عليك، ما يفرقش معاك أنت في حاجة. حتى لما هنيجي نعمل اسيمبل ان شاء الله وتجميع مش هيفرق معاك في حاجه. بس لو انت بتاخد كورس بره او لو شفت الموضوع ده في كورس بره هتلاقيهم بيقولوها لك. اللي هو ايه الكلمه اندر ديفايند ولا فولي ديفايند؟ فانا لو جيت رسمت بقى دلوقتي اهو هرسم فين؟ في الفرونت مثلا. هجيب الاوريانتيشن دي اورينتيشن نمبر 2 حفظنا الكلام ده. هرسم اربع خطوط، ادي خط الثاني الثالث الرابع. دايمنشن اهو اقول له ده 50
وده 50 وده 100 عشان ده اللي انا عملته صح. الخطوط لسه ايه مزرقه ولسه ايه تحت اندر ديفايند. اندر ديفايند بالنسبه للسوليد ورك. السوليد ورك عشان تبقى الحاجه بالنسبه له معرفه مش اندر ديفايند عشان هي هما في ثلاث حالات يا اما اندر ديفايند يا اما فولي ديفايند يا اما اوفر ديفايند. احنا في انهي حاله دلوقتي؟ في الاندر ديفايند. الاندر ديفايند دي معناها حاجتين، يا اما انت مش حاطط حد قفل الشغل، يا اما انت مش حاطط دايمنشن على الرسمه. طب احنا عملنا كده عشان حطينا دايمنشن على الرسمه. يا اما انت مش معرفه نقطه واحده على الاقل بالنسبه للاوريجن فين. طب هل انا عملت كده؟ ما عملتش. طب تيجي نعملها؟ تعالى همسك اي نقطه هقول له والله مثلا من الاوريجن لللاين ده والله مثلا مسافه 50 هخليها في النص فاهم يا سنتر. شايف الخط مين اللي هنا وهنا؟ بقللهم ايه؟ انت عندك الوان زي بقوا سود بقوا سود والاثنين اللي فوق لسه ايه؟ معنى كده ان الراجل انت قلت له من هنا لهنا 50 الراجل عمره في حياته ما هيسمح لك انك تجيبه كده شويه ولا كده شويه. خلاص ده ال 50 لان اللي فوق ده 100 وانت عايز دي 50 يبقى ده كده بالنسبه لي ايه؟ ال 50. الاثنين دول مش هينفع الا ايه؟ يدفع. طب دول براحتك مش متعصب فيهم بقى. طيب هقول له بص شايف من النقطه دي من اللاين ده للنقطه دي شايف قد ايه؟ 26 انا هخليها كام؟ 25. شفت بقت ايه؟ شفت مين انا عامل ازاي؟ طب بص تحت بقى فولي ديفايند. اتفزلكت انت بقى جيت بعد الفولي حطيت دايمنشن زياده هيقول لك ايه؟ اوفر ديفايند وكون فليكت ويقعد يزمرها لك كده وينورها لك اصفر. اي حد يجي يمشي جنبك كده يعرف انك عامل حاجه غلط. خلاص؟ هقول له طب تمام انا كده شكرا قوي انا كده خلصت مين؟ الدايمنشن بتاعي. خلصت مين؟ الدايمنشن بتاع ال 2 دي. يعني انا خلصت ايه؟ السكتش. انا هاكدها عليك واحده بواحده لحد ما تبقى بالنسبه لك فاضيه شويه. ال 2 دي بقى اسمه هنا ايه؟ سكتش. نخش على مين ده؟ كويس انا كنت فيتشر ما قلتش 3 دي. نخش بقى على 3 دي. خلاص؟ اوامر ال 3 دي بقى منطقيه اكتر بكتير جدا من السكتش. طيب انا بالنسبه لي الرسمه دي بالنسبه لي الرسمه دي كده ممكن اعمل فيها ايه؟ لو عايز اشقلبها كده يعني لو عايز بص اطلع منها كل حاجه ممكن اعمل فيها ايه؟ تخيل مثلا معايا ورقه زي دي. تخيل مثلا معايا موبايل زي ده. الموبايل ده مش اصلا عباره عن مستوى واحد وخد ارتفاع فبقى مكعب اللي هو 3 دي مش كده؟ يعني الهنت دي كده اهي مش ده مستوى؟ مش ده مستوى اللي احنا راسمينه؟ تخيل ده ال 50 وده ال 100. ال 50 وال 100 لو اديتهم ارتفاع مش بقى مكعب زي اللي انت شايفه قدامك ده؟ بالظبط هو ده ال 3 دي. هي دي فكره ال 3 دي او الفيتش، فكره ان انا اعمل حاجه مجسمه ان انا اديها بعد ثالث صح؟ انا كل ده ساكن في البعدين، طب اديها بعد ثالث هتبقى ايه؟ 3 دي بكل بساطه او فيتش. طيب هل كل اوامر الفيتشر محصوره في اللي انا قلته ده؟ لا هو ده اللعب. ما هو ده بقى الشغل اللي انت هتتعلمه ان شاء الله. ان انا ارسم في ال 3 دي دي الهندسه او بدايات الهندسه. بدايه الرسم الهندسي ان انا استخدم الامر اللي يعمل لي الشكل الفلاني اللي يعمل لي الحاجه المعينه اللي قدامي دي. ممكن واحد مقتصر في السوليد ورك على امر ويقعد يعمل لي حاجات كتير هتطول معاه بس يعمل لي حاجات كتير. واحد تاني عارف امرين ثلاثه بس انا كده بس ها بس ماشي في كارثه. ممكن واحد تاني بقى ذكي عارف الاوامر عارف ده لو قاعد جنب ده والله العظيم والله ودي المشكله اللي بتحصل يعني ما بين المعيدين وبين الطلبه ان انا المفروض نديك مثلا سبع ثمان اوامر نديلك رسمه تخلص في ربع ساعه بالسبع ثمان اوامر ما انت عارفهم لو استخدمت الامر الخامس هتخلصه في ربع ساعه. واحد نفر وكبر دماغه ومش عايز يعرف الامر الثاني عرف الامرين ثلاثه وعايز يقعد يرسم الرسمه كلها دي هيقعد له ساعه ونص ساعتين. طب انا ذنبي ايه؟ يعني لو انا قاعد امتحاني المفروض مثلا امتحن عدد زي ده كده في ساعه ونص. اولا هضطر ان انا اعمل ايه؟ اقسمهم مجموعتين. اقدم كل مجموعه امتحان في ساعه الا ربع. طب الامتحان اللي هتجاوبه هيكون اتحل في ثلاث ساعات؟ لا ده هيكون اتحل في ربع ساعه. بس مين اللي هيحل في ربع ساعه؟ اللي مشغل دماغه ومتابع معانا ومش هياخد السوليد ورك على انه ماده نظري ولا ماده تربيه رياضيه. خد بالك السوليد ورك
انت ممكن تخلص الكورس ده وتطلع تشتغل بيه والله العظيم بدون مبالغه، تطلع تشتغل بيه بجد فريلانسر بقى، تشتغل لو حد معرفه عنده ورشه ولا بتاع تشتغل بيه بجد، مش ما فيش هزار. فانت ما تاخدوش على انه ماده هخلصها، حتى لو كان يمت كان يمت الماده دي واحد، يعني انت لو بتفكر تجيب فيها اي تقدير مش هيفرق معاك القيمه بتاعت الماده دي، في ان هي نفسها قيمتها عاليه، مش ان انا هجيب فيها تقدير فهتعلي لي جي بي اي والكلام الفاضي بتاعنا ده، لا. خلي بالكم من عامل ان في اي سوفت وير، ايوه اي سوفت وير هتتعلمه دي التول بتاعتك، دي بجد دي التول بتاعتك، دي مش دي الاداه اللي انت خدتها فعلا من الهندسه. الشغل بره دلوقتي كله سوفت وير، اي سوفت وير تتعلمه ما تنساش امسك فيه بديك وسنان. انت عارف انت ان في ناس اسمهم درافت سنان؟ درافت سنان ده ولا مهندس ولا صنايع ولا يعني ملوش اي علاقه بالرسم الهندسي، ده راجل راح خد دوره في الاوتوكاد ولا في السوليد وورك ولا في الانفنتور ولا في اي حاجه وراح اشتغل بيها. بس الناس دي قيمتها ايه بره؟ اقسم بالله معديين مهندسين، ما بهزرش والله العظيم، يعني لو مهندس مثلا موقع مش هقول بقى مهندس ودرافتس مان، طب والله درافتس مان يشغل مهندس موقع ويخليه ينزل يشيك على حاجات ومش عارف ايه، وهو قاعد في مكانه وقاعد على مكتبه قاعد في المكتب الفني كده، ويتصل يقول له روح شوف لي مش عارف ايه في المكان الفلاني، يقول له لا مش موجود، يقول له لا انا عندي مرسمها موجوده المفروض تلاقيها تابع مع المقاول مش عارف ده راجل باشا خد برنامج واحد وقاعد شغال عليه. فانا انا ما بحبش اعمل كده والله، ما بحبش اقعد اقول لك ايه احاول احفزك بالبرنامج مش انت اكيد عارف انت عامل ازاي، انت اكيد شفت البرنامج ده عامل ازاي، حد وراه لك قبل كده شفت الفيديوهات بتاعته فانت اكيد عارف انت خلاص. وبرضه مش محتاج اقول لك انك في غنى انك تطلع تاخد كورس بره، صح ولا لا؟ والله يعني فكره الفيديو ده يا رب يكون مسجل اصلا، فكره الفيديو دي والله ما جت غير ان انا لقيت ناس بعد ما بيخلصوا هنا كورسات بيخلصوا كورس سوليد وورك مع ناس معينين ممكن معايا بيطلع يروح يعمل ايه؟ في الاجازه يروح ياخد يا عم والله هو هو والله هو 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 اللي بس كل عمله انه يسجل لك يا عم هسجل لك انا هنا بس اقعد انتبه ما تاخدهاش على انها ماده وتخلص وخلص ماشي؟ مش هطول ان شاء الله مش هتكلم تاني في الكلام النظري ده والله ما بحبه اصلا بس معلش لازم يتقال عشان برضه ايه تبقى انت واخد بالك معايا خلاص؟ خلصت ال 2 دي وحطيت الدايمنشن وعملت كل الكلام ده دي نفس الخطوات اللي عاملها كل مره قبل ما اخش على مين؟ على الفيتش. طب ما عملتش الدايمنشن ولا اي حاجه هنرجع يا باشا نعمل ايه؟ ايديت مش قلنا ان في ايديت؟ هنرجع نعمل ايديت ولا يهمك خلاص؟ تعالى نخش بقى على امر الفيتشر دلوقتي. فتحت انا دلوقتي اوامر الفيتشر قلت لك ايه غلط اللي ممكن تعمله بسكريبت زي دي بشريحه انت معاك شريحه كده معاك شريحه اكنك معاك ورقه زي دي بالظبط يعني ايه اللي ممكن تعمله فيها؟ انت تقول لي لو انا والله معايا المستوى ده وشديته هعمل ايه؟ مكعب مش كده؟ طب ايه رايك؟ لو انا فكرت ان انا معايا محور من المحاور دي وليكن المحور ده ومسكت الشريحه دي عملت لها روتيت كده حوالين الشريحه دي حوالين المحور ده ادتني ايه؟ ادتني ايه؟ سلندر ادتني سلندر لو فتح كده ادتني شكل سلندري كده ولا لا؟ بامر خلص الموضوع. طب هل ممكن اعمل حاجه ثانيه؟ ما فيش يعني هتقدر تعمل حاجه ثانيه؟ وعشان كده الراجل مش مديك غير ايه؟ بص يا اكسترود يمين يا ريفولف دول اللي تعرف تعمل عليهم ايه؟ تعرف تنفذهم على حاجه زي دي. طب مجموعه الاوامر الثانيه بقى كده خد بالك ان هو مش مشغل لك السوفت ده بيضحك عليك انت لو دخلت عليها يقول لك لا ده في حاجه ناقصه. مجموعه الاوامر الثانيه دي بقى لا كل امر منهم هيتفتح لك لما تجهز له مين؟ التو دي بتاعه. انت واخد بالك معايا؟ يعني مثلا لو انا عايز ارسم دايره هنا شكل دائري هنا والشكل الدائري ده يتسحب على شكل مستطيل انت متخيل معايا اللي هو القدوم او الشاكوش مش بيبقى شكله من هنا مدور من هنا شكله مستطيل تقريبا. لو عايز اعمل عامله زي دي هحتاج ارسم سكتش هنا ولا لا؟ اللي هنا ده اللي هو بلان يعني احتاج ارسم سكتش هنا في البلان ده واحتاج ارسم سكتش في البلان الثانيه ولا لا؟ عارف لما تعمل كده هتيجي عند امر اسمه اللوفت تلاقيه مين؟ تلاقيه متاكتف. لما هو عليه متاكتف دلوقتي الراجل بيقول لك انا مش شايف غير سكتش واحد. سكتش واحد يبقى مش هتعرف تعمل عليه غير الحاجتين دول. طب تعالى نبدا نعمل اي حاجه. تعالى نعمل منهم وليكن مثلا الاكسترود. عندك مشكله؟ تعالى نعمل اكسترود اهو. بالديفولت كده الراجل هيفهم انك عندك رسمه زي دي فهيشدها لك من فوق. طب هل هو بيجبرك انها من فوق؟ لا خالص. شايف السهم ده؟
لو مسكته وشديت لورا بقت لورا عادي ولا اي حاجه. فاهم؟ هو عشان لازم يديك اكشن فبيديك اكشن من قدام، انت بقى عايز تشد الاكشن ده لورا عادي خلاص. وبالديفولت برضه بيحط لك رقم. يعني تعالى نرجع تاني كده اهو، شايف حط رقم كام؟ 10 مللي. شفت احنا اخترنا الملي ليه؟ ملي ريزنبل بالنسبه لنا، حاسين بيه 10 مللي يعني سنتي. وانا طبعا كل رسوماتي وكل برطات المكن بتاعي عمرها ما هتكون بالمتر ولا بالسنتي، هتبقى عباره عن اجزاء لما تتركب مع بعضها تدي السنتي والمتر، انما هي في الاساس ايه؟ بالملي، حاجات بالملي. اه 40 مللي 50 مللي اللي هو 5 سنتي في الاخر، مش كده؟ 100 مللي اللي هو برده 10 ايه؟ سنتي. فانا لازم اشتغل بالحاجه اللي احس بالسكيل بتاعها، عشان كده اشتغلنا بايه؟ بالملي متر جرام سكند. طيب الراجل عملها لي 10 مللي، هل انا مجبر بال 10 مللي ولا اي حاجه؟ عندك فرقتين، يا اما تيجي عند ال 10 مللي دي وتقول لي معلش انت عطلتها خليها لي وليكن 50، يا اما تمسكها من هنا وتمشي على المسطره. شايف المسطره؟ طبعا المسطره دي ايه؟ محتاجه دقه شويه. طب انا عارف نفسي ليه يا عم؟ انا جبت هنا اللي انا عايزه اهو 50. بعد 50 ولا لا؟ ومش بيثبتها عليك كمان، ده بيوريها لك بريفيو، ده البريفيو الاول، وممكن اتحرك حوالين البريفيو اهو بالاورد، فاكرين الاورد؟ ممكن الف، والله هو ده الشكل اللي انا عايزه؟ ولا يعني ال 50 دي كبيره ولا صغيره؟ يعني لو بالنسبه لك كويسه خلاص اوكي، ادي ده اوكي وده اوكي. ده اوكي وده ايه؟ اوكي، هنا او هنا. اوكي يعني ايه؟ يعني نفذ امر الاكسترود ده. هو انا عملت ايه؟ مش انا نطيت يعني شديت يعني عملت ايه؟ اكسترود مش كده؟ عملت اكسترود مش خدت ورش؟ فاكرين البفق؟ البفق او الاكسترود. اه الراجل عمل اكسترود، شد الحاجه اللي فوق، كانه شد الماتيريال اللي فوق، هو عمل اكسترود. خلاص؟ بقى مجسم ولا لا؟ بقى شكل مكعب ممكن الف حواليه ولا لا؟ بقى شكل مكعب ممكن ارسم على اي مستوى فيه ولا لا؟ ده غير الثلاثه الرئيسيين بتوعي. خد بالك هم لسه ثابتين عليا، فاكرهم؟ هم لسه موجودين اهو. اهو ولسه برضه الاورجن موجوده اهي، فاكرها كانت فين؟ لسه في مكانها. كل حاجه زي ما هي. واخد بالك معايا؟ فلو انا بقى مثلا ايه؟ انا عايز ارسم والله، بص عايز ارسم على المستوى ده. عايز ارسم دايرة. يبقى أول حاجة هعملها إيه؟ افتكر بقى معايا خطوات. أول حاجة ممكن حاجة من الاثنين، أول حاجة تبقى حاجة من الاثنين، يا إما اختار الأداة يا إما اختار المستوى اللي ارسم عليه، مش فارقة. مش فارقة عموما. إيه رأيك نختار المستوى الأول؟ يبقى أول حاجة هختار إيه؟ المستوى. طب دي كلها مستويات؟ ده مستوى وده مستوى وده مستوى، عشان أختار المستوى بعمل إيه؟ ده ليفت كليك وده الرايت، مش صح؟ ده الليفت وده الرايت. بالرايت كليك، رايت كليك على ده واقول له ايه؟ سكتش. مش عايز اربطها. بص انت عندك اوامر لل 2 دي واوامر لل 3 دي، بس عشان اخش عليها لازم اظبط المكان اللي بعمل فيه الكلام ده. فانا عايز ارسم هنا، انا عايز ارسم هنا في الحته دي، شايف الحته دي عايز ارسم فيها. لو جبت وقفت عندها كده هلاقي قايمه كده طلعت منوهه، شايفها؟ القايمة دي ممكن اروح اخد منها سكتش، انا عارف انا ممكن اروح اخد منها سكتش، بس لو انا قلت لك منها بص سكتش سكتش، انا كده برسم سكتش، لو اتكيت عليها يبقى انا برسم فيها، بس لو جيت حركت في حته ثانيه راحت فين؟ ضاعت. فاعرف الاساس بتاعها فين؟ من الاساس بتاعها ان انا اعمل ايه؟ رايت كليك واقول له ايه؟ سكتش. ويا حبذا بقى لو تحفظ معاه الايقونات. الايقونات، شكل الايقونه نفسها، يعني ده شكل السكتش في اي مكان. عايز تعمل سكتش وانت في اي حته اهو، انا حافظ شكل، هو ده شكل السكتش، زي شكل اللاين، زي شكل السيركل، زي شكل الاكسترود، ده شكل الاكسترود. وزي ما قلت لك السوليد وورك منطقي، شايف حتى السيركل بتاعته عامله ازاي؟ شايف عامله ازاي؟ اللي هو ايه؟ حاجه بتتشد. طيب الاكسترود بس كات، مش انا شديت حاجه مش من حقي ان انا ارسم حاجه ثانيه واقطعها، اكسترود كات، الراجل عملها لك ايه؟ حاجه محذوفه من الماتيريال، مش دي حاجه متزوده على الماتيريال، دي حاجه محذوفه من الماتيريال. فانا عشان كده بقول لك حاول تحفظ، حاول تحفظ اشكال الايقونات هتوفر عليك. خلاص؟ هقول له سكتش. اول ما هقول له سكتش بص هيعمل ايه؟ ساب كل الرسمه وجاب لي الاورجن فين؟ واخد بالك؟ بقى في اورجن جديد. واخد بالك معايا؟ بقى في اورجن جديد اهو، شايفه؟ وماشي مع الاورجن الثاني، يعني كان الاورجن الثاني هنا، هو مشي فين؟ جابه لي هنا اهو. هو مش جابهولي عشان يبقى الاورجن بدل الاولاني، لا هو الاورجن الاولاني ثابت،
بس هو بقوله عشان يعمل ايه؟ بحاول عشان يقول لي ده بالنسبه لك الواي وده بالنسبه لك الاكس. هقول له طب تمام انا بقى كنت بعمل ايه؟ فيو اورينتيشن وانزل اجيب مين؟ نورمال تو. شفت الواي بقى فين والاكس بقى فين؟ الدنيا مظبوطه ولا لا؟ هي نفس الخطوات. اخترت بلاد جبت فيو اورينتيشن نورمال تو وهطلع اشوف اداء ارسم بيها. انا عايز ارسم سيركل، عايز ارسم سيركل في النص مره واحده من غير دايمنشن. يعني لو عايز سيركل في النص في واحد ممكن يقول لي والله ادي سيركل وادي بقى دايمنشن. هقول له بقى ان من النقطه دي للنقطه دي يبقى كام؟ ها؟ 50. ومن النقطه دي للنقطه دي كام؟ ها؟ 25. كده بقى في النص ولا لا؟ في واحد تاني هيريح نفسه يقول لك يا عم انت عايز ترسم ايه؟ سيركل في النص، ما انا معايا ايتو سناب. مش اتكلمنا على ايتو سناب؟ مش قلنا اهميته؟ ادي سيركل يلا امشي معايا. انت عايز سيركل فين؟ هنا في المكان ده. طيب مش المكان ده معناه هو التقاء او الانترسكشن بتاع الميد بوينت دي مع الميد بوينت دي، صح؟ لقطهم ولا لا؟ لقطهم اهو. اقول له صح والله انت صح. يبقى دي ايه؟ اكني حطيت سن البرده ومش ماسك الماوس. محدش يعذب نفسه، محدش يتكى ويفضل ماسك الماوس، واتحرك حر زي ما انا عايز. ادي السيركل معايا اهي، انا مش متك على حاجه، اتحرك حر زي ما انا عايز. والله عايز السيركل قد كده، عايز السيركل قد كده، انا كده حاسب السكيل بتاعه مش كده؟ لان ده 50 وده 100. الدايمنشن شغال معايا. انت واخد بالك الدايمنشن شغال معايا ازاي؟ كار شايفه عمال يتكتب اهو، دي ار مثلا 13 99. هفكرك يمكن تكون وقعت مني، هفكرك لو انت مش عارف تحصل مني حاجه اصبر اتقل عليا معلش. انا هدي لك هديه من البرنامج نفسه، هتكمل انت في البيت مع نفسك مش هتحتاجني حاجه والله. بس معلش ما لازم كلمتين نيجي نقولهم وانت تسمعهم ونمشي وناخد ايام ونمشي، فمعلش استحملني خلاص. ده لو انت مش محصل حاجه. فانا هقول والله مثلا السيركل بتاعي قد كذا، ها ناقص ايه كنت بعمله تاني؟ دي السيركل خلصت، كنت بقول اعمل ايه تاني؟ الاقي بقى مثلا واحد يقول لي فيتشر سمارت دايمنشن. بالظبط سمارت دايمنشن، سمارت دايمنشن. والراجل قلنا سمارت يعني فاهم ان دي ايه؟ دايره من غير ما اقول له اهو دايره. هيقول لي انت عايز ايه؟ الدايمتر بتاعها يعني؟ اقول له اه يا باشا والله الدايمتر انا عايز الدايمتر بتاعها. اقول لي كام يعني؟ اقول له 30. حلو 30 خلاص 30. عمل دايره ولا لا؟ طيب الدايره دي في مستوى ولا لا؟ وباوندري متقفله ولا لا؟ يبقى لو طلعت دخلت على الفيتشر هلاقي مين متاكتف؟ طيب شايف بقى دلوقتي بقى مين اللي متاكتف تاني؟ الاكسترود كارت. طب ما كانش متاكتف قبل كده ليه؟ لان ما كانش فيه ماتيريال. انت لما كنت راسم شريحه في الاول دي بالنسبه له ماتيريال واعرف يعمل فيها كارت ولا دلوقتي بقى فيه ماتيريال؟ طب اقول له تمام انت بقى انت لقيت الاكسترود كارت يلا نفذهولي. هيعمل ايه برضه ايه؟ باي ديفولت لتحت كده. يقول لي انت عايز لتحت كده اقطع لتحت لحد الاخر. بص هو قطع لحد فين؟ اقول له لا يا عم مش قوي كده يعني. بص اقطع لي مثلا وليكن النص. طب النص ده اللي هو كام؟ 25. ما انا كنت عامل الارتفاع كام؟ 50 بالظبط. يبقى انا كده النص بتاعي كام؟ 25. لما تيجي تكتب هنا او عشان تاكتب وتبص عليها هنا دوس في اي حته فاضيه هنا. شايف الحته الفاضيه دي؟ دوس هنا مثلا كده هيكتبها لك هنا. يعني لو مثلا كانت كده وانت كتبت هنا 25 وعايز تشوف ال 25 دي شكلها عامل ازاي دوس في اي حته فاضيه اهي اهي جابها دي كده بقت مين؟ الخمسه. هل دي اللي انت عايزها؟ لو قول له اوكي او ايه؟ او اوكي او انت عادي. الراجل عامل ايه؟ قطعها لك من النص. انا حاسس بيك على فكره ان انا كان ده نفس مستواي يعني. فانا ماشي معاك واحده واحده. انت بدأ الدنيا بالنسبه لك ايه؟ الموضوع شكله سهل. ده انا برسم وبقطع وبدور وبزود ماتيريال. ده لسه لما نخش في الايديتنج. يا باشا احنا مش هنعمل حاجه غير ان احنا بنعمل الكلام ده بس. وكده كده الكلام ده معاك فيديو تقعد تعيش عليه خلاص؟ يبقى انا بالنسبه لي بقى ممكن اعمل ايه؟ بص طب ايه رايك لو جبت المستوى ده؟ فيو جبته قدامي كده رايت كليك وقلت له سكتش وقلت له فيو اورينتيشن وعملت نورمال تو وجبت بوليجن المره دي بوليجن وجبت هنا مثلا مش في النص جبت في الحته دي بس في نص الايه؟ في نص الجسم ده كده اهو في الحته دي مثلا هنا كده وانت جاي عامل بوليجن وليكن بالشكل ده وجيت على البوليجن ده على عدد اضلاعه خليتهم مثلا 8 بقى 8 ولا لا؟ وقلت له ايه؟ فيتشر اكسترود ايه؟ كات ويقطع لحد الاخر. هل هيقول لي لا؟ يا باشا اعمل اللي انت عايزه. يعني انت معاك مجسم ومعاك ادوات
اعمل اللي انت عايزه. والله مثلا مثلا جيت على جيت مثلا على كنت لسه عاملها، جيت على الوش ده وجبت قدامها لك سكتش وقلت له في اورينتيشن نور مدود، وانت جاي مثلا ماسك اثنين سلوت زي دي او مثلا ماسك سيركل تاني ورسمت دايره هنا ودايره ثانيه ودايره هنا وحطيت دايمنشن عملت كل اللي انت عايزه وجيت قلت له فيتشر واطلع لي دي. بس الموضوع بقى ايه؟ بقى لعبه. الموضوع بقى لعبه. انا بلعب ماسك الماوس بلعب. بس الفكره كلها في ايه؟ هستخدم الاوامر ازاي؟ وامتى؟ يعني مثلا هديك مثال بقى ده اللي هيوضح لك الدنيا اكتر. استغنى من كل اللي احنا بنعمله ده ونعمل اي كلام. عايز اطلب منك حاجه بس. عارفين انتوا اللي هو الهرم اسمه ايه؟ الهرم اللي هو السقاره ده ولا اسمه ايه؟ اللي هو سلالم فوق بعضها. تخيل انت معاك مثلا هرم بس عباره عن سلندرات، سلندرات شكل سلندريكال فوق بعضه فوق بعضه فوق بعضه. وقلت لك مثلا ان هم 10 سلالم. تيجي نعملهم مع بعض؟ ها هتقول لي ايه؟ عادي انا عارف، انا لسه واخد امر وعارف. هخش على سكتش. ما طبعا انت 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 فاهم بقى انا ممكن اختار البلان من هنا او اروح اختار منين؟ دي اسمها شجره التصميم. ديزاين تري. دي اسمها حتى في السوليد ورك هو مسميها ديزاين تري. فانا ممكن اروح اختار البلان من هنا اقول له والله مثلا انا هرسم على التوب التوب. خلاص؟ هرسم هرم فاهم مش هرسم تحت واطلع لفوق مش كده؟ المنطق بيقول كده. اهو يبقى انا هرسم سيركل. وامسك السيركل دي واعملها كده. بعد كده مثلا اقوم جاي مديها اي دايمنشن واقوم جاي اعمل ايه؟ اكسترود وشددها لفوق. صح؟ مش كده؟ واقوم جاي عليها تاني من فوق سكتش سيركل واجي في نفس السنتر وارسم دايره ثانيه اصغر شويه واديها برضه اكسترود. ها؟ يلا واحنا فاضيين احنا عايزين كام خطوه؟ 10 يلا احنا اربع حاجات. ها؟ بص بص ممكن اعمله تحت اهو، ممكن ارسم تحت ادي سلك اهي تبقى اكبر شويه. مش هقول لا الراجل، الراجل ملوش دعوه بيا. اقول له اكسترود لتحت اهو. حتى هو بيفهم والله بيفهم حس فاهم يعني. قال لك في ماتيريال فوق اكيد الراجل مش هتقدر ماتيريال فوق يعني. خلاص واقعد اعمل كده بقى الى ما لا نهايه. حد بعمل كام؟ 10 خطوات. اتسجلوا عليا كام يا باشا؟ ما هو الراجل بيسجل عليك. ما دام مش عايز اقول لك عليها بس مضطر اقول لك. انت كل امر بتعمله بيتسجل عليك هنا شجر التصميم. عشان كده لما بتجيب لي الرسمه اعلمها لك بقول لك انت عملت ايه؟ وغلطت في ايه؟ وايه اللي عملت له ايديت؟ وايه اللي رجعت عملت كنترول زد؟ بقول لك كل الكلام ده، كل الكلام ده متسجل عليك. ومش بس متسجل، ده متسجل بالتاريخ. في حاجه عايز اقول لك عليها والله انا بحب اقولها وما بحبش اخاور اللي قدامي عموما. بس معلش معلش مقروص قبل كده، اتقرصت قبل كده، فلازم اعرفها. بلاش تفكر تجيب رسمه من زميلك تسلمها مكانه، بعد ما هو يسلمها تيجي تقول لي انا رسمت. هات يا باشا رسمتك، ابص عليها الاقيها معموله انت عبد الرحمن احمد وهو كرولوس، معمول على جهاز كرولوس. يا باشا ما انا لسه معلمها. تقول لي والله العظيم ده اللي عملها، ده هو اللي خدها مني. طب ما خلاص، ما هي رسمه واحده بالنسبه لي، انا رسمه واحده. فيك واحد توب، واحد فيكم يعترف على التاني. انا بعرف منين؟ انا عايز اعرفك بعرف منين؟ بص يا باشا لو دخلت من هنا بكل بساطه بكل بساطه شايف النهارده كام؟ 23 متسجل كام؟ 23 سبحان الله 23 يوم الاثنين، يوم الاثنين متسجل على جهاز اسمه ايه؟ اشرف حسين اللي هو اللي انا الجهاز بتاعي اسمه ايه؟ اندرسكور اتش يو اس اي. متسجل كل حاجه متسجله، وكمان حاجه كمان ما بتتغيرش. بص مفيش ايديت خالص، مفيش اي ايديت. متسجل الساعه كام؟ الساعه 10 41 ولا 10 46. عم خلصنا الخناقه اللي في الاوضه الثانيه وجينا اشتغلنا هنا، كانت الساعه بعد 10 46. اي ام مش بي ام. فهو انت عملتها امتى؟ تقول لي ده انا بقالي 7 ليالي سهران عليها. يا عم دي لسه خلصانه الساعه 2 بالليل اهي، لسه خلصانه معقوله الساعه 2 بالليل. ف يعني انا بقول لك ليه؟ في ناس مش هينفع تشتغل على جهاز مين؟ انا ما عنديش لابتوب هشتغل على جهاز مين؟ اقعد انت في غشاشه. يعني لازم تجيب جهازك تشتغل مع اللابتوب بتاعك مع البي سي بتاعك. شقلب بقى اتصرف. هتلاقي في ناس تحب تفزلك عليه، يقول لك ما قلناش الكلمه دي ويجي يقوم جاي لبك يا معلم، تيجي تعمل حاجه يقوم جاي ارصح ويفهمك بقى ان هو ايه؟ لا ما عادي ما هي موجوده، هي إيه موجوده اصلا على السوق دول وكل الناس عارفاها. فانا لازم اعرفها لك عشان انت ما تعملش الايه؟ الخطوه دي.
ومش عايز ارجع بقى لشغل التنميه البشريه واقعد افهمك فوائد السوق دورك وحرام تعمل كده وعيب يا عم انت عارف. ولو انت مش عارف انا هقيمك على كده. فاهم؟ يعني انت مثلا جبت لي رسمه ولقيت زميلك عاملها والله بجد ومن غير زعل ومن غير ما تخرب معاك من غير اي حاجه هسيبها للاول واحد جابها لي. انت بقى اللي كنت راسمها هو اللي كان راسمها ماليش دعوه، الراجل جه قبلك وسلمها. فانا ماليش دعوه. خلاص؟ وما فيهاش دعوه مش كده ولا حاجه. ادينا قلناها وخلاص مش هنتكلم في الموضوع ده ثاني بقى. في حاجات مش هنتكلم فيها مرتين ان شاء الله. دي منين؟ خلاص؟ انا رسمت كام امر عشان اعمل المعلم ده؟ كل واحد فيهم متسجل بترتيبه، يعني اول واحد مين؟ مش ده فاكرينه؟ اهو رقم كام؟ رقم ثاني واحد مين؟ ده اهو ثالث اهو رابع واحد كان مين؟ ده اهو. هو بيسجل لك لو انت داخل عليه، هو مش بيراقب، هو بيسجل لك ان كيس انك تكون محتاج تعمل ايديت. مش انا مثلا بعد ما رسمت الدايره دي اللي هي رقم ثلاثه، مش انا ممكن اكون كنت عايزها اطول من كده شويه؟ صح؟ يعني اكون عايز اعمل ايديت في مين؟ في الفيتشر ولا السكتش؟ اطول يبقى في الفيتشر. ركز، عايزها اطول يبقى ده في الاكسترود يبقى في الفيتشر. خلاص بكل بساطه يا باشا تعالى لي عند رقم ثلاثه رايت كليك، هيقول لك انت عايز تعمل ايديت في ايه؟ ايديت في السكتش ولا ايديت في مين؟ الراجل بيكتب لك، انت واخد بالك؟ هقول له لا انا اسف ايديت فيتشر. هقول له طيب كل اللي كان في الفيتشر ان هو كان حاجه العمليه اكسترود لفوق. اقول له اه انا فاكر بس معلش اديها لي شويه كمان ولا اي حاجه انا اوكي؟ خلاص ثبتت. فهو مش بيسجلها عشان فاهم؟ لا هو بيسجلها يمكن تكون محتاج تعمل ايديت. الراجل اللي تحت ده فاكرينه؟ لو جيت عملت ايديت فيتشر وقلت له بص يعني خلوا لي اكتر وبص اللي فوقيه اللي فوقيه اتاثر ولا اي حاجه طلع فوق عادي. ما هو انا اخر المستوى ده هبدا من مين؟ من عنده الفيتشر الثاني، هيبدا من عنده الفيتشر الثاني. طب والله معلش شايف اللي تحت خالص ده؟ شايفه؟ كان السكتش بتاعه صغير، لا انا عايز نقص ايه؟ اكبر. اقول له دي بقى ايه سكتش ولا فيتشر؟ سكتش. يبقى اخش على سكتش. والمره دي بقى يا اما امسك السيركل واحركها لبره، دي تركايه ممكن ما اقولكش عليها برضه افزلك عليك بعد كده، يا اما اروح بسمارت دايمنشن واحط لها دايمنشن واكبرها عادي اي حاجه. احنا طبعا بنرسم فري هاند دلوقتي وخلاص ماشي. فاقول له بص معلش كبرها لي شويه كده، انا عشان فتحت كبرها لي شويه كده. اوكي، هل هيأثر على حاجه من فوق؟ ولا اي حاجه، مفيش اي مشاكل. الايديت في ايدينا برضه. ستيل الامر ده عشان اعمله او المنظر اللي ملوش لازمه ده اصلا عشان اعمله عملته في كام امر؟ ولو كان 10 خطوات كان هيبقى كام امر هنا؟ 10، لو كان 20 كان هيبقى 20. ده بقى الفرق بين زميلك اللي هيبقى قاعد جنبك مش عارف غير الامر ده وبينك انت اللي هتعرف الامر الجاي. وهقف عنك مش هديك حاجه ثانيه. سيبك من احنا عملنا ده ماشي؟ نيو وعايزك تتخيل معايا، ما انا لازم بقى اشغل دماغك. شفت الهرم ده كان شكله عامل ازاي؟ انا رشدته عشان كده. تخيل معايا انك راسم انك معاك النص بتاعه. متخيل النص بتاعه عامل ازاي؟ طب تخيل انك معاك نص النص ده اللي هو الربع. هيبقى عباره عن ايه؟ سلمه؟ سلم بالظبط مش كده؟ حاجه عامله كده وماشيه، ادي الخطوه الاولانيه، ادي الثانيه، ادي الثالثه، ادي الرابعه وقافل فوق. دي السلايس بتاعتك، دي الشريحه. تخيل بقى معايا انك الشريحه دي قمت جاي عامل لها محور ولفتها حواليه، اداك ايه في الاخر؟ مرة واحدة بأمر. هو الأمر اسمه زي ما احنا بنتكلم كده اسمه ريفولف. هو أصلا اسمه ريفولف أمر ريفولف. تعالوا ننفذه بقى. يبقى أنا محتاج إيه؟ أرسم بقى دلوقتي في البلان ولا أرسم فين؟ أرسم في التوب ولا أرسم فين؟ ما أنا التوب كنت أرسم تحت وبطلع لفوق، أنا دلوقتي هرسم عشان ألف. يبقى أرسم يا في الرايت يا في الفرونت. ما هو سلندريكال الرايت زي الفرونت مش كده؟ يبقى أقول له والله بص أنا عايز الرايت عشان نبقى إيه يعني لفينا على كل البلان. واجيبه قدام شويه في اورينتيشن نورمال تو، واجيب الاورجن وارسم بقى حر اهو. بص طبعا الاورجن لو انت عايز تبدا منه عادي، لو عايز ترفض لك انك مش شايفه برضه عادي، مش فارق معاك حاجه، هو اصلا مش فارق معاك حاجه. خلاص يبقى انا مثلا هقول ايه؟ ادي ايه؟ مثلا كده اهو. يلا ادي اول سلمه، ثاني سلمه، ثالث سلمه. بص انا ممكن اعمل لك يعني 70 سلم عادي. غيرت الطول سلمة او عدد سلمة. اه من اللي انا عايزه.
حلو الكلام يا باشا. كل اللي هعمله هخش على مين؟ طبعا بعد ما اظبط دومين عشان اعمل كل الحركات بتاعتي هخش على مين؟ هلاقي مين اللي متاكتف وجاهز؟ ريفولف. الريفولف عشان يتنفذ لو انت عايز تنفذه مره واحده اول ما تخش عليه ينفذ نفسه ما بيحتاجش الا حاجه واحده، باوندري متقفله واكسيز اوف ريفوليوشن. ترجمه الجمله المفروضه بالنسبه لك باوندري متقفله ومحور دوران يفهمه. طبعا محور الدوران غير السوليد لاين غير الداش لاين. مش احنا لما كنا بنيجي نرسم دايره كنا بنعمل لها اكسس لاين وكنا بنضربها 10 عصيان اللي ما بيعملش اكسس لاين ليه؟ لانك عايزك تقول لي ان ده ان دي دايره دي دايره لما ابص لها في الاليفيجن او في السايد هتبقى بالنسبه لي ايه؟ مستطيل. فمين اللي يقول لي انها دايره وهي في الاليفيجن؟ انك تكون عامل لي ليها ايه؟ سنتر لاين. هو بالنسبه لي هنا برضه السنتر لاين غير اللاين غير الدايمنشن لاين. يعني هنا اللاين العادي لاين لاين عادي. اللاين اللي ممكن يلف حواليه ويفهم ان هو اكسس اوف ريفوليوشن اسمه سنتر لاين. خلاص؟ فانا كده لو كنت اخدت على الريفولف مش هيفهم حاجه. هيستناني ان انا كنت مختار لاين، انا داخل كنت مختار لاين. هنا انا مش مختار لاين فمش فاهم حاجه هو. لو جيت بقى قلت له الاكسس اوف ريفوليوشن بتاعك هو اللاين ده، بص هيلف حواليه. اقول له لا لا اسف اسف مش ده، ده اللاين ده. هيلف حواليه ولا اي حاجه. اقول له لا بص تعالى نلعب بقى، هو بصراحه هو اللاين ده. عمل ايه؟ اللي انت عايزه. طب لو انا من الاساس كنت عامل في اورينتيشن اهو، كنت عامل من سكتش سنتر لاين، شايف سنتر لاين عامل ازاي؟ شايف في قايمه اللي هي تتفتح جنب اللاين دي، فرحت ان انا خدت مين؟ سنتر لاين. قلت له السنتر لاين بص فين؟ بص الحركه دي اهي هنا. هتقول لي ايه ده؟ ده كده هيبعد اهو. بص ده هيعمل ايه؟ ريفولف. شوف ارى ايه؟ ارى الباوندري، ارى الريفولف او الاكسس اوف ريفوليوشن، وعمل لك ايه؟ دوريه في النص فاضيه. ليه فاضيه؟ لان في فراغ، مش في فراغ. فدي فايده ان انا ابقى عارف الاكسس اوف السنتر لاين فين؟ السنتر لاين هيتفهم في الريفولف على انه اكسيز اوف ريفوليوشن. لو انت عايز تكبر وانت عايز تعلي اكس بالنسبه لك عادي براحتك. مفهومه؟ بالنسبه له بالنسبه للسوليد ورك لو انت عامل لاين، يعني لو انت عامل لاين هنا وقلت له ان اللاين ده هو الاكسس اوف ريفوليوشن، مش هقول لا يعني مش هيزعل. فاهم؟ لو قلت له ان في اللي حوالين ده بالكلام ده شكله زي ايه؟ بيلف، المفروض يلف يعني. هو مش هيقول لك لا، بس ما تشتغلش كده. نصيحة، ما تشتغلش كده. ما تثبتش على نفسك انك في السكتش بتاعك، لما اجي ايدي في السكتش، انك في السكتش بتاعك في لاين. ده كده اسمه ايه؟ عك. ده كده عك. ليه يبقى فيه لاين؟ لاين ده يعني لاين، يعني حاجة هيتقفل بيها شكل. إنما السنتر لاين معروف إن طول عمره ملوش لازمة، هو بس منظر إن ده إن دي حاجة أكسس أوف ريفوليوشن أو سنتر دايرة أو فما تعملش كده. إنما لو عملت كده هينفع ولا هينفع يعني؟ هينفع وهي الدنيا تمشي. خلاص؟ بس لو إيدك لو في إيدك تعمل الصح أو العك، معلش اعمل الصح وريح نفسك. خلاص؟ يبقى أنا عملت الأمر بتاعي اللي هو كان هيتنفذ. بص ادي مش دي 1 2 3 4 5 6 كان كنت الاقي هنا كم امر؟ 6 صح؟ هنا في امر كم امر؟ هو واحد اسمه ايه؟ ريفولف. جوه الريفولف ده في ايديت للفيتشر بتاعته وفي ايديت لمين؟ طب السكتش فاهمين؟ هروح اعدل في الايه؟ في الاقطار في الاطوال هعمل اللي انا عايزه. امال ايه ايديت في الفيتشر ده؟ اه دي التري بتاعت الريفولف دي لو انت فاتح كده ادي السكتش وادي الايه؟ ادي الريفولف. بس لو انت عاملها عايز تخش على الجيم واحده اهو عادي من هنا. طب انت السكتش فاهمين هخش اعدل في قطر الدايره، هخش اعدل في البعد، فاكره اللي هو القايم والنايم، اللي هي اسمها قايم ونايم. طب ايه بقى اللي انا ممكن اعدله في الريفولف؟ انت ممكن تكون ما كنتش عايز تعمل 360 درجه. انت الراجل هنا لف لك بكام درجه؟ لف بكام درجه؟ طب والله انت كنت عايز تلف 360 الا ربع 270 مثلا. خلي في لك 270 ويقف، اعمل لك فاهم مدخل كده كده عامل لك مدخل اه المسرح اللي هو الروماني ده. خلاص؟
الفتحه اللي جوه دي مش صح. احنا انا اتكيت على حاجه انا شغال دي اسمها شيل، مالكش دعوه بيها، مش ده اللي هيظهر لك، هي هيظهر لك ان دي مصمطه ماشي، المفروض ان يظهر لك ان دي مصمطه، بس انا المرجعه واشوف ايه اللي حصل فمش مشكله خلاص تمام. فانا ايه الايديت بتاعي؟ يا ايديت هنا يا ايديت هنا. ايه الايديت اللي في الريفورم زي ما اتفقنا؟ ممكن تكون انت كنت عايز تلف حوالين الاكس تاني، فعايز ترجع تقول له بص شايف الاكسس ده شيله وروح لف لي حوالين ده، يبقى هيعملوا لك ايه؟ اه ما انا ما انا فتحت، ما انا عاملها مفتوح عادي عادي. ما انا برضو لو جيت فتحتها من هنا ايه الكول سنتر؟ لو انت عامل كده وقلت له بص انا كنت لف هنا، لا لف لي حوالين ده ب 360 هي عشان السين فيتشر دي مفتوحه على فكره. انا تقريبا فتحت السين فيتشر وانا شغال. اه هي السين فيتشر دي. ايه؟ احنا اصلا عملناها احنا شغالين. اللي هو اغير اللاين، اقول بدل ما كنت رايح حوالين ده لف حوالين ده. فده الايديت اللي عندي، مفيش ايديت تاني. او ايديت في السكتش ان انا اكبر السمك السيركل، اكبر الارتفاع وبس. ماشي؟ بص بقى. احنا ما قلناش حاجه خالص النهارده. وانت مش عارف احنا في ستوري بورد. واول مره تفتحه اهو. مش ده اللي قبل الاتصال في الاول؟ سيبك من كل الكلام اللي انا قلته وخلي ستوري بورد اللي يعلم. ده راجل الراجل اللي عامل البرنامج هيعلمك نفسه، هيقول لك تستخدمه ازاي. فتعالى نشوف ازاي اتعلم السوليد ورك من على السوليد ورك نفسه. وخد بالك ان انا بطلب منك ده هيبقى هوم ورك. هوم ورك للمجموعتين على فكره. يعني انا قلت مش بنصحك ان هذا الهوم ورك بتاعك عشان تبقى تعرفين. في حاجه على السوليد ورك، على البرنامج، على السوفت وير نفسه اسمها ايه؟ توتوريال. انتوا عارفين كلمه توتوريال؟ توتوريال هاو تو كونكت مش عارف ايه مع مش عارف ايه على الاوتوكاد على اليوتيوب هيجيبها لك. توتوريال برنامج حاجه تعليميه. فيديو تعليم. هو هنا في حاجه اسمها توتوريال في السوليد ورك نفسه. وخد بالك والله البرنامج ده يعني من احسن البرامج اللي بتعمل توتوريال. انا يعني ما اتعلمتش مثلا 70 برنامج، هم ثلاث اربع برامج اللي عارفهم. ده من احسن التوتوريال اللي في البرامج الثانيه اللي في اللي مقارنه يعني بالبرامج الثانيه. ده احسن توتوريال. هتشوف انت دلوقتي التوتوريال ده بيتجاب منين؟ لازم تكون بتسطر السوليد ورك صح، اوعى تسطر السوليد ورك غلط. كلكم عارفين دفعات قديمه وعارفين زمايلكم اللي خدوا السوليد ورك قبل كده وعارفين العالم ايه اللي معدلهم 5.2 والكلام ده. اقعد مع اي واحد فيهم وانت بتسطر السوليد ورك خليه يسطبه لك. معلش تعالى على نفسك كده واديله كراميلايه هيسطبها لك. ليه؟ ليه؟ السوليد ورك عشان تسطبه غلط ضيعت من ايديك حاجتين يا معلم. ضيعت من ايديك التوتوريال ضاع انساه ما بقاش شغال. الحاجه الثانيه بقى التول بوكس ودي بقى معلش التوتوريال ضيعته معلش انت بقى مع نفسك انا هاخد منك هوم ورك هتعمله انما التول بوكس تضيعه السوليد ورك بالنسبه لك وقف. مين التول بوكس ده؟ اللي فيه المسامير. ما اصل ده هنا فيه مسامير فيه صواميل فيه ورد فيه تروس فيه جنازير فيه رمان بني فيه ليله كبيره فيه حاجه فيه لايبراري مكتبه للميكانيكا بس في مكتبه كده للاجزاء الميكانيكيه. فانا لو جيت قلت لك ارسم صامولة انت اصلا ما بتعرفش ترسم حاجات غير العاديه وقلت لك انا عايز صامولة هتقعد بقى ترسم صامولة في ساعه ونص ولا دراج ودروب تحطها في البرنامج على طول؟ هتحطها امتى؟ لما يكون التول بوكس شغال عندك. التول بوكس هيبوظ امتى؟ لما تسطر السوليد ورك كذا مره، لما تشيل سورس قديم وتحط سورس جديد من غير ما تنظف الريجستري بتاع البرنامج. طبعا عشان انظف الريجستري بتاع البرنامج عشان ما ادخلكش في قصه كبيره واقول لك انك هتشيل بقى الويندوز وهتعمل الكلام ده كله مش هيحصل. بس هيحصل لو انت ولا مؤاخذه يعني معلش ضعيف قوي في الكمبيوتر. هتعمل كده. هتضطر تعمل كده. انا لما بسطر السوليد ورك بتسطر عندي عادي زي اي برنامج. فين؟ في السي. خليك معايا اسمعها كده. في السي لو دخلت مثلا طبعا لو انت مسطر طبعا الدنيا دلوقتي كلها بقى كله شغال على الايه؟ على ال 64 مش الاجهزه 64 و 32 كل شيء دلوقتي شغال على ايه؟ على ال 64 ماشي؟ ال 64 وال 32 ال 32 اللي هو مين؟ ال 86 بيسموه 86 برضه. طبعا انت الجهاز بتاعك هيبقى ايه؟ ما انتش عارف هتجيب انهي نسخه؟ لو 2000 فوق ال 2013 فوق ال 2013 اللي انت حسبت النسخه فوق ال 2013
كل اللي فوق 2013 ما بتسطرش غير على دي مين؟ ال 64. ايه؟ ايه؟ ايه اللي من اول 2013 اسمع من؟ خلي بالك هنا بتاع 7 سنين اهو بقى ريحني. من اول 2013 18 من 32 انت شبح يعني. انت اول واحد يعملها. موجود ولا عملتها؟ لا ما في مش موجود. لا انت مش قلت لي موجود ولا مش موجود. ما هو اصل يعني موجوده ولا ايه؟ الاصدارات اللي بتنزل انت اصلا دخلت على على الموقع الرسمي بتاع السوفت وير هتلاقي قايل لك كده من اول 2013 خلص الدعم لمين؟ لل 32. القصه اصلا في ايه؟ في الرامات. الراجل كان ليميتد بالرامات، عارف ان في اجهزه شغاله ب 2 جيجا رام و3 جيجا رام و... الرامات ال 2 جيجا و3 بقت محطوطه في الموبايل. الناس دلوقتي شغاله بال 6 جيجا وال 12 وال 18 وال 32 فخلاص انا مشكلتي في ايه؟ كانت في الرامات اتحلت. يبقى انا نزل برامج الايه؟ لل 64. ال 64 هيقرا رامات الايه؟ العادي. وانا مدام بتاع جديد وفي فيتشر جديده وحاجات حلوه فلازم محتاج ايه؟ رامات. فانا عشان انا اشغل الفيتشر دي على البرنامج بتاعي من اولها بقول لك شغال على 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 جهاز يكون ايه؟ 64. طبعا بكل بساطه هتخش على الزيس بي سي بتاعك هتخش من هنا كده هتلاقي مكتوب لك هنا ايه؟ 32 ولا 64. لو انت 32 ما يفرقش معاك حاجه، ما يفرقش مع الكورس ده في اي حاجه ولا الكورس اللي بعديه. يعني عادي لو انت الجهاز اللي عندك في البيت 32 هات نسخه 32 وسطبها هتبقى اصدار كام؟ اخرك 2013. وده ما يزعلنيش في حاجه، ده الفل ولا يفرق معايا في حاجه. خلاص؟ لو انت بقى الجهاز بتاعك 64 فنصيحه سطب 16 عشان يشتغل زي بعض. هتسطب اعلى من 16 هتجيب اللابتوب معاك. مش مشكلتي. ومش هينفع تجيب اللابتوب بتاع واحد زميلك تعرض لي عليه. زي ما اتفقنا بخش واشوف الدنيا عامله ايه ومين متسجل باسم ايه. خلاص؟ يبقى انا من الاول كده ببقى عارف الاصدار اللي انا شغال عليه. لما تسطب البرنامج لو هو برنامج اصلا 64 وانت الجهاز بتاعك اصلا 64 بيخش يتسجل في البرنامج الفعال على طول. طب لو انت مسطب برنامج 32 على جهاز 64 ليه يا عم مش مصدقني؟ انت شكلك انت مش معاك مجموعه صح؟ انت مش بتاخد المجموعه كام؟ مش بقول لك انت اصلا مش عارف مجموعه كام؟ مفيش جهاز 64 مفيش 32 اسمع خلاص؟ لو انت مسطب برنامج 32 على جهاز 64 بيفتح لنفسه بروجرام فايل جديد جديد بيحصل في البرامج اللي هي ايه اصلا؟ 32 ما بيحطهاش جنب ايه؟ ال 64 ما بيروحش يحطها جنب فاهم؟ فخلاص انا البرنامج بتاعي بينزل فين؟ بينزل في البروجرام فايل لو جيت دورت عليه هنا كده ايه؟ اه سوليد ورك كوربريشن اهو هخش على السوليد ورك هلاقي كل حاجات الايه؟ السوليد طبعا ده ايه؟ ما 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 يعني مفكوك على حبه حلوين يعني 5 جيجا مفكوك على 5 جيجا دماغي مفكوك على 5 جيجا خلاص؟ طيب هل ده الفولدر الوحيد للبرنامج؟ هي دي بقى المشكله. لو انت بتعمل ان انستول للبرنامج صح هشيل لك من البذور لو انت عامل من البرنامج. لو انت عامل له ديليت حتى ما شلتش انستول من الكنترول ده مش هتنفع. لو انت عامل له ديليت انت جيت شلت مين؟ ده. طب ده اخباره ايه؟ طب اللي في اليوزر في حاجه جوه اليوزر؟ لا علاقه بالسوليد ورك اخباره ايه؟ فلازم تشيل جذوره لانه بينزل وبيفرد نفسه في الجهاز. يعني بينزل اللي مش عارف ايه في هنا والتول بوكس بينزلها هنا. فلو انت مسطب البرنامج كذا مره التول بوكس هتلاقي كذا مكان ليها فمش هترضى تفتح. التوتوريال هيلاقي كذا مكان لنفسه فمش هيرضى يفتح. خد بالك ان احنا بنتكلم في ده كله انا طولت عليك. اه مش مشكله. هفتح السوليد ورك. ده الهوم ورك المطلوب مني. هفتح السوليد ورك هلاقي القايمة دي مفتوحة قدامي كده، في قايمة على اليمين شايفها؟ أول حاجة فيها اسمها السوليد ورك ريسورسز. سوليد وركس ريسورسز. لو فتحتها هتلاقي في حاجة فتحت كده على اليمين. من ضمنها حاجة اسمها إيه؟ اقرا معايا اسمها إيه؟ أنتوا عندكم الشاشة أحسن من عندي. اسمها إيه؟ توتوريال. خلاص؟ أول ما هفتح التوتوريال بص البرنامج هيعمل لك إيه؟ هيقسم لك الشاشة بتاعتك لثلاث تلات، تلت للتوتوريال وتلتين ليك انت ترسم فيهم. بص عمل ايه؟ فصلهم. ادي التوتوريال وادي ايه؟ البرنامج نفسه. البرنامج عادي القايمه بتاعته العاديه وكل حاجه بس صغروا لك شويه عشان يفتح جنب مين؟ التوتوريال. دي مجموعه الدروس يا معلم اللي عندك في التوتوريال، عارف انت لو ربنا كرمك وقدرت تخلص الدروس دي والله يعني مش بص هتعدي اي حد في اي حته.
خلاص، لان الدروس متقسمه. يعني اول دروس متقسمه لايه؟ لجيتنج ايه؟ دي مش درس واحد، دي مجموعه دروس، كل دي اسمها جيتنج ستارتد. كل درس منهم يعني انا دلوقتي جيتنج ستارتد، لو نزلت الدرس الاولاني اسمه ايه؟ انتروداكشن تو سوليد ورك. الانتروداكشن تو سوليد ورك مديله استيميتد تايم كام؟ يعني مديك تقدير من وقت انك تقعد ساعه تخلص رسمه عامله زي دي. طب والله انا الرسمه دي لو انا قعدت معاك ساعه عشان ارسمها لك هتاخد مني وقت، لو كاول مره يعني هتاخد مني وقت اكتر من الساعه. هو لو انت قعدت معايا ساعه او ساعه، على فكره ساعه مريح، لو ساعه معاك شاي بتشرب قاعد بتكلم ده مش عارف ايه بتعمل ساعه، ساعه دي كتير هترسم رسمه زي دي معاك. يعني هو يكون بيرسم معاك او بيرسم معاك بيوريك ترسم ازاي قبل الخطوه ما تنفذها، بيكون هو بيعملها لك. تعال نبص بقى، هقول له طيب حلو الدرس ده، يعني اكيد مش هرسم الدرس اللي بعديه ولا ده ولا ده، انا هرسم ايه؟ ده في الاول اللي هو اسمه ايه؟ انترودكشن تو ايه؟ اكتب عندك ده الهوم ورك، انترودكشن تو سوليد ورك. هفتح الانترودكشن تو سوليد ورك، بس اول ما افتحه هيقول لي انت في الدرس ده، طبعا بالانجليزي بس انا ما اعرفش اتكلم انجليزي، فهو بيقول لك انت في الدرس ده هترسم رسمه زي دي، هتستخدم شويه اوامر زي دول، وهتبدا تمشي معايا واحده واحده، هترسم رسمه زي دي. رسمه زي دي بجد، انت في اخر الرسمه ترسم رسمه زي دي، دي مجسمه، انت طبعا شايف شكلها عامل ازاي، حاسس بيها مش كده؟ دي بريشر بليت، عارف غطا الحله على المؤاخذه؟ ده غطا غلايه، حاجه بقى فاهم؟ خلاص؟ بمشي معاه ازاي بقى؟ اول حاجه بقول له ماي فيرست ايه؟ ماي فيرست بارت، بقول له يا عم والله انا جديد، يلا واحده واحده ماي فيرست بارت. هقول لك انت جديد؟ طب يلا. اول حاجه بقول له على كلمه نيو، تقول لي سهله يا عم ده انا عارف، انا عارف نيو، مش هي دي نيو؟ طب واحد اول مره يفتح سوليد ورك مش عارف نيو فين، تيجي عند نيو اللي هنا تتك عليها هيفضحك هنا. بص اقول لك انا اهو، تقول لي طب تمام كويس. اي حاجه بقى، اي حاجه بعد كده معموله بالبوردر ده معناها انك لو اتكيت عليها هتروح فين؟ تنور لك هناك. طب لو حاجه ما حولهاش البوردر ده مش يعني مش هي مش عشان هو صعب عليه يعملها لك، لا هتكون انت اصلا داخل جوه قوي فمش هينفع يعملها لك. هنشوف نشوف احنا شغالين ايه. نصيحة بقى ايه الكلام ده ما تشتغلش؟ بص أول حاجة قال لك يا معلم فاكرين؟ فاكرين والله يا شفت؟ عشان تعرف أنا شغال زي التونر بالظبط، أنا في نفس المستوى الحمد لله. فور يونتس سيلكت ملي متر جرام ايه؟ ده بيقول لك لو أنت بتفتح البرنامج لأول مرة هتقابلك قايمة اختار منها مين؟ ملي متر جرام ايه؟ جرام سنتي. يبقى هو أكد عليها، أكدت لك عليها مرتين، أدي ثلاث مرات حلوين قوي كده. خلاص؟ لازم. والستاندرد بتاعي ده ايه؟ ده برضه هيبقى اختيار. اختار الاي ان اس ار اللي هو امريكان ناشونال مش عارف ايه ستاندرد ايه، امريكان سوسايتي حاجه كده يعني، واكتك اوكي واشتغل معاك. اول حاجه قال لك اختار مين؟ نيو. اروح ادور على نيو اقول له اهو هفتح نيو. قال لك افتح ايه بعد نيو؟ بص الكاين لوحدها مالهاش علاقه بالبرنامج عشان كده فتح لك لوحدها، خدت بالك؟ هيقول لك اختار ايه من نيو؟ طبعا بعد ما تختار دول انك هتكون مسافر البرنامج لاول مره، دول اول مره بس ماشي؟ طبعا هيقول لك هنا if this is the first document you have created the units مش عارف ايه كذا كذا، ده لو اول مره، انما بعد كده دول مش موجودين. طيب هقول لك اختار مين؟ كليك ايه؟ بارت، يبقى كليك بارت. بعد ما تكليك بارت تكليك على ايه؟ فاكرين قلنا ممكن كليك هنا وكليك هنا او كليكين هنا فاكرين؟ هقول له اوكي. كده انا عملت اول يعني فتحت نيو بارت ولا اي حاجه يعني. خلاص؟ هقول له ايه دلوقتي؟ سكتشنج زي ايه؟ ذا سيركل، خش على السيركل. هقول لك عشان تعمل سيركل روح الاول اختار سيركل. الراجل ده شغال بالعكس. انت فاكر احنا كنا بنرسم سيركل ازاي؟ انا ما انا عارف انا رايح فين، فبروح انا للسكتش واختار دايره، هو الراجل ده اصيع فوصل لمرحله اعلى. قال لك مش انت في الاخر هترسم سيركل؟ او يعني هترسم شكل اسطواني؟ فانا من الاول عارف ان انا عامل له اكسترود مش كده؟ خلاص يبقى انت خش اعمل اكسترود في الاول. لما هتخش تعمل اكسترود هيدخلك على مين؟ على البلان. قال لك اختار انهي بلان؟ قال لك انت دلوقتي المفروض شايف الفرونت والتوب والرايت، اختار مين؟ موف ذا بوينتر اوفر ذا مين؟ ذا توب. هروح للتوب. قال لك في توب بلان تو هايلايت، لما يحصل له هايلايت كده او ينور اتاك كليك عليه، يبقى كليك عليه. شفت بقى الحركه دي؟ عدى مرحله ايه؟ الفيو اورينتيشن نورمال تو، فاكرها؟ جابها لك على طول قدامك ايه؟ عمودين. ماشي اعرف ده شغال ازاي وده شغال ازاي عشان تبقى البرنامج بالنسبه لك عباره عن لعبه بجد، انت عارف بدايته من نهايته. خلاص؟ قال لك انت المفروض دلوقتي
تكون شايف الكورسر بتاعتك تروح تختار بيها مين؟ كليك ايه؟ سيركل. طب فين السيركل؟ شوف هو بعد ما كان فيتشر دخلك على مين؟ ما خدش انت بالك من الحته دي ولا خدت بالك؟ هو دخل على سكتش لوحده ما دخلش على سكتش، هو اللي دخل على سكتش. يبقى لما انا اخترت له فيتشر هو اختار لي قال لي اختار ايه؟ بلان ودخل لي على قائمه السكتش عشان اختار ايه؟ اداه. طب ما ده اللي كنت بعمله، مش كنت بعمله بالشكل العكسي؟ هو عامل هناك ايه؟ خلاص هيقول لك اختار مين؟ طب مين السيركل دي؟ اهي السيركل اهي. يبقى اقول له سيركل. سيركل ما ينفعش من هنا واختار واحده ثانيه واعرف نفسي. الله يكرمك هو ده اللي في حاجه اسمها سيركل بتترسم بسنتر وريدلس، وفي حاجه اسمها سيركل بتترسم بالبريمتر او المحيط. ان يكون عندي نقطه هنا ونقطه هنا ونقطه هنا وعايز دايره من السهم. السهم دول كيتشقلبوا دماغك. بس ازاي؟ بالبريمتر سيركل. انا مش محتاجها. انا محتاج مين؟ سيركل عليك. هقول لك المفروض البوينتر بتاعتك دلوقتي يكون شكلها كده. بص امشي معاه. يكون شكلها كده. طب هل هي شكلها كده؟ طب عشان يبقى شكلها كده قال لك روح فين؟ موز البوينتر اوفر مين؟ يبقى روح للاورجن. بقى شكلها عامل ازاي؟ زيها زي دي ولا لا؟ اقول له بالظبط انا كده دلوقتي عامل كده. يقول لك ايه؟ كليك. انا ما اتاكدش كليك لما هو يقول لحد دلوقتي ما قاليش. دلوقتي هبدا اقول له كليك تو بليس ذا سنتر بوينت اوف ذا ايه؟ اون ذا اورجن. هقول له كليك عشان احط الايه؟ بيقول لك تحت بقى موف موف ذا ماوس اند نوتس ا بريفيو اوف ذا سيركل دايناميكلي فلوز ذا ايه؟ ذا كورسر. تحت مكتوب ايه؟ بيقول لك حرك الماوس ولاحظ تغير الايه؟ دايمنشن وانت شغال. واخد بالك؟ اهو. اه بيقول لك هنت هنا لما يحط لك الكلام في 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 الكتاب زي ده معناه هنت يعني انت مش هتعمله بس هو عايز يوصل لك معلومه. بيقول لك ذا سايز اوف يور سكتش انتيتيز دازنت نيد تو بي ايه اكزاكت. يعني انت بترسم الدايره مش لما الراجل يكون عاملها لك مثلا الراجل عاملها كام هنا؟ بص عاملها كام؟ ما تروحش انت تحاول تجيب 1 2 3. هو الراجل بيقول لك ايه؟ انت مش لازم تعمل زي بالظبط لان بعد كده يو ليتر اد ايه؟ دايمنشنز تو سبيسيفاي ذا سايز اوف سكتش انتيتيز. انت بعد شويه الخطوه الجايه هتعمل انت الايه؟ الدايمنشن. فما تشغلش بالك بالدايمنشن زي ما احنا بنعمل اهو. يبقى انا هعمل ايه؟ فسيركل اجي هنا ارسم اي دايره خلقها اي دايره دايره عاديه. يبقى انا كده رسمت الدايره. ماليش دعوه بقى الدايره دي طلعت 61 و3 ولا لا؟ الراجل نورني عليه. دلوقتي انا هخش اعمل ايه؟ خد بالك كل امر كنا بنعمله هو الراجل اللي مسجله لك في ايه؟ في لوح في صفحه لوحدها. ادنج ايه؟ ادنج دايمنشن. هقول له اطلع اختار امر مين؟ مش شايف اهو سمارت دايمنشن. يبقى سمارت دايمنشن. هيقول لك روح سيلكت ذا سيركل. سيلكت ذا سيركل فيها صعوبه. في ناس لما يقولوا سيلكت ذا سيركل يمسك الماوس ويعمل لي كده ويعمل لي كده ويعمل لي كده ويقعد يقول الدايره مش عايزه يا عم. سيلكت سيلكت تكه سيلكت يعني سيلكت ادي سيلكت يعني اختار السيركل. فانا عايز يعمل سيلكشن على السيركل فاهم؟ عايز يشد الماوس كلها على السيركل. لا يا عم سيلكت السيركل بكل بساطه اهو وحرك زي ما انت عايز. هو هيقول الكلام ده حرك زي ما انت عايز اهو. وبعد ما تحرك وتظبط نفسك حط خط البعد زي ما انت عايز خليه لي كام؟ 128. انا مش هكمل معاك طبعا لحد اخر الساعه اكيد يعني بس انا هوصلك لحته معينه دي اللي تهمني لحد دلوقتي. خلاص؟ يبقى 128. قال لك انت دلوقتي عملت ايه؟ رسمت دايره. ارجع لمين؟ الاكسترود. مش انت اصلا كنت داخل عامل الاكسترود فاكر ولا لا؟ مش انت اساسا كنت في امر الاكسترود؟ لما اطلع من هنا يبقى بيقول لك ايه؟ اطلع من السكتش اللي انت فيه. طب اطلع من السكتش ازاي يا عم؟ قال لك تعالى اتك على مين؟ اطلع من سمارت دايمنشن الاول اهو. ده دي الاكسيت. بص عمل ايه؟ طبعا الدنيا دخلت على عكس الشاشه الصغيره. شفت عمل ايه؟ طلع من السكتش ودخلك فين؟ في الاكسترود اللي انت احسن بتاخد عليه من الاول. طب هو قال لك اعمل الاكسترود بتاعنا كام؟ يبقى اجي هنا واكتب كام؟ 7. مش لازم اكتب 7 ملي متر، انا اصلا مختار مين من الاول؟ فالراجل قال لي مش هتديله ملي متر. خلاص؟ ادي 7 ملي متر. بقول له اوكي. نفس المنظر هنا ولا لا؟ هو هيدخلك على فين بقى دلوقتي؟ سيفنج ذا بورت. يقول لك مبروك انت عملت لاول مره في حياتك مجسم على السوليد وورك. سيفه بقى عشان انت عملت حاجه ايه؟ قيمه. انت عملت بريزه شكل البريزه. خلاص يقول لك سيف بقى الشغل اللي انت عملته. اسيف ازاي بقى؟ هيعلمك ازاي تسيف. السوليد وورك هيعلمك ازاي تسيف. ما هو اصل التزييف هنا فن مش عارف.
ماشي انت سيبها ازاي اسيف؟ انا بقى عايز اقول الكلام دي بس مش ماشي اسيف ازاي؟ بص على الناس التسييف عادي لا ها ده انت سيبها انت بتاخد كورس انت مش شكلك شكلك عميل شوف اهو مش معايا سحبتها معايا بالظبط انا عايز المساعده يا عم مفيش حد يسحب ما تتشلعش علينا سحبت معايا ليه؟ سحبت معايا ليه؟ خلص محاضره يا راجل عملنا دي اول محاضره بالنسبه لي انت متخيل فاجيت ليك وقعت طبعا بتهزر لا من غير تفاصيل بس التقصير حتى مش مننا يعني التقصير مننا شكلك التقصير مننا يعني لما سحبت كان التقصير مننا ولا انت اللي كنت داخل في ايه يا عم في يعني من غلط ان شاء الله مش حد هيسحب يا جماعه لا يعني ما تقلقش التسييف هنا التسييف هنا عادي عارف لما كنت بترسم بتكتب وورد وبتسيف عادي التسييف عادي بس اول ما بتسيف مره هو كل تقريبا 20 دقيقه وال 20 دقيقه ممكن نلعب فيها ويبقى يعمل اوتو سيف لوحده بس تكون انت مسيف له ايه؟ اول مره طب هسيف ازاي؟ الراجل قال لك خش على السيف يا عم انا مش شايف السيف اعمل كده هتقعد تنور لي فوق اهي يبقى ده السيف دي اول مره عشان اشوفك فهمت اسيف باسم ايه؟ اللي هيقولها هكتب اسمه ازاي؟ قول قول ما تتكسفش مثلا انا مش عايز مثلا يا عم انا عايز اكيد اما حاجه في التوتوريال طبعا ها قول سيب اسمي ايه؟ ما تعرف ما تعرف اقرا بص مكتوب لك ايه؟ انزل دايلوج بوكس تايب ايه؟ بريشر بليد ده بعد اذنك يعني امشي معايا عشان كده بقول لك اقرا الراجل بيقول لك سيبها لي باسم ايه؟ ممكن تحطها من هنا كده كابي انت تقول سي اهو تيجي تحطها هنا مش هقول لك لا ولا اقول لك لا اه بريشر بليد يبقى انا ليه بقول لك كده؟ انا عايزك تركز في الكلام اللي بيكتبه انت التوتوريال ده مش هتخش عليه مرتين انت مره واحده من اول مره ان شاء الله هتعمله بس طالما هتخش عليه مره واحده وانت كده كده هتكسل تخش عليه تاني حتى لو وقع منك حاجه فمعلش من اول مره ركز حتى لو هتقعد يعني فيه اكتر من ساعه انا ما عنديش مشكله مش هقعد معاك في البيت اقعد فيه ان شاء الله تقعد فيه ثلاث ساعات بس ركز في كل سطر مكتوب لانك لو ما ركزتش هتمسك الماوس والله العظيم اكنك ماسك فاهم يعني حاجه تقيله قوي عليك والدنيا عماله تلخبط معاك والخطوط عماله تخش في بعض واللاين مش عارف تحطه فين هو الموضوع بسيط ولا اي حاجه لما اقول لك كليك تكليك لما اقول لك شيل ايدك على الكليك شيل ايدك عادي دي فيها صعبه صعوبيه ولا اي حاجه فامشي معايا الراجل قال لك سايب باسم ايه؟ بريشر يبقى انا سايب باسم بريشر بليد هحطها على اي مكان انت بقى عشان ده هوم وورك هتقوم جاي عامل حاجه الدوكيومنتيشن اهم حاجه اهم حاجه في حياتك اهم حاجه والله لو عايز اقول لك نصيحه تنميه بشريه برضه دي حاجه بلاش بس والله بجد والله لو تقدر تقدر لو تقدر بعد كل كورس تخلصه تقوم جاي ماسك المايك كده ماسك الموبايل وتسجل لنفسك انت عملت ايه في الكورس ده والله العظيم انت المستفيد انت هتخلص وهيعدي عليك مش عارف كم ماده كم ماده بتاخد كم ماده 170 يونت دلوقتي ولا كام؟ 180 يونت فبتاع يعني مواد كتير فانت الماده بتاخدها بتعرف فيها تفاصيل والله تفاصيل خطيره خطيره يعني لو انت شاطر يعني بتبقى التفاصيل بالنسبه لك لعبه بتلعب بيها حاجات سهله بالنسبه لك وسجلتها تيجي تخلص الماده تخش ماده ثانيه تنسى دي والله العظيم بتنساها تماما تنسى التفاصيل اللي كانت فيها تيجي تبص عليها بعد كده والله اكنك فعلا بتاخدها لاول مره تبص انا كنت عارف الكلام ده انا كنت بعرف احل المسائل واخش امتحان الماده زي دي ارجع بقى لو انت مسجل يا معلم لو انت بعد ما خلصت الماده انت جاي ماسك كده مايك ولا ماسك التليفون وسجلت نفسك نص ساعه انا في الماده دي خدت كذا 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 والمسائل الفلانيه كنت بحل بالطريقه العلانيه والله العظيم والله هتبقى كنز بالنسبه لي يعني لو ربنا كرمك وبقيت معيد ان شاء الله هو يعني حاجه مش صعبه خالص بس والله هيبقى مرجع ليك رائع اعمل كده انت لسه في البدايه نفس الكلام هنا الدوكيومنتيشن اهم ان انا اسجل الحاجه بتاعتي في المكان الصح اهم حاجه ليه؟ انا مش هرسم رسمه ولا 2 ولا 10 انا هرسم تقريبا خلال الكورس بتاع 30 رسمه 30 رسمه 30 رسمه هطلبهم منك في الميد تيرم تجيبهم لي وهطلبهم منك هم في الفاينل تجيبهم لي تاني طب ارجع لهم ازاي؟ لو انا بقى برسم بشكل عشوائي وبسيف في الديسك توب ام ام اي 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 مش عارف 3 4 2 اي رقم عشان اخلص نفسي هتوه
هتوه في 30 رسمة هتوه. طب اسجل ازاي؟ احسن طريقة عشان تسجل تفتح فولدرات للويك اللي انت فيه. رايك في الويك دي؟ الاسبوع اللي انت فيه. احنا مثلا في الاسبوع كام دلوقتي؟ الاول. الاسبوع الاول ده خدنا فيه حاجة غير الهومورك؟ يبقى افتح كده في الاسبوع الاول الاقي مين؟ هومورك واكتبها كده اتش دوت دبليو عشان يبقى كلنا كاتبين زي بعض. اتش دوت دبليو كابيتال واحد. ما ممكن يكون في هومورك اثنين وهومورك ثلاثة في نفس الاسبوع. يبقى ده اتش دوت دبليو واحد. ما خدت حاجة في الاسبوع ده غير كده؟ يبقى هذا بالنسبة لك الهومورك الوحيد في الفولدر ده مفيش غيره. طب حتى لو ما حطوش في فولدر مش مشكلة. بس الصح انك تحطه في فولدر. خلاص؟ جيت في الويك اثنين وانت قاعد هنا تفتح فولدر جديد تسميه ويك اثنين تخش عليه من جوه تفتح فيه فايل سوليد وورك تسميه ايه؟ كلاس وورك واثنين وفي الديت تيمس وورك تسميه ايه؟ كلاس هوم وورك اثنين. يبقى انت كده مظبط نفسك. انا اقول لك يا باشا انت مالكش درجه عندي في الاسبوع السابع. تقول ازاي؟ انا راسمها هتهالي تقوم جاي جايبها لي ادي الاسبوع اخش على التاريخ نفس الاسبوع في نفس الوقت الكلام منطقي على نفس الجهاز يبقى الغلطه كانت من عندي. قلت لي بقى الفلاشه كنت حاطط عليها افلام وفرمطت. طب انا ذنبي ايه؟ انا ذنبي انا مالي؟ انت الفلاشه دي بتاعتك وانا بقول لك انا مش عايز فلاشه 32 جيجا ولا انا عايز فلاشه دي 512. لو في فلاشه 512 هات. احنا الشغل بتاعنا كله مش هيعدي الميجات مش هيعدي 100 ميجا 200 ميجا. الرسم اللي احنا بنرسمه كله انا ما اعرفش البي دي اف موجود عندي ولا تقريبا مش عندي هبقى اوريك البي دي اف. كل الرسومات اللي فيه دي 30 40 رسمه ما يعدوش 200 ميجا. فمش عايز منك انا عايز منك شريحه صغيره تحطها في ريدر تثبت عليها الحالات بتاعتك كل مره تبقى مسجلها وخليها بس في السولو دول بعد اذنك. وحاول ما تحطهاش في اجهزه كتير عشان ما تتفرش. خلاص انا كده كده عمري ما احط فلاشه في الجهاز بتاعي. انا احط فلاشه مثلا في الجهاز ده في جهازك انت عموما انما في الجهاز بتاعي مش هحط. ليه؟ بتفرش وش فعشان انت ما تبوظش جهازك. يبقى فلاشه بتاعتك. طبعا الفلاشات بتبقى كتير ووارد جدا الفلاشات يخشوا في بعضهم لانه بيبقى شكل واحد. يبقى اولا الفلاشه الليبل بتاعها هو عباره عن رقمك في المعهد ورقمك في المعهد بس ابوس ايدك. ما تقعديش رقمك في المعهد وجنبيه دوت رقمك في المعهد وجنبيه اسمك بالعربي. يا عم رقمك في المعهد مفيش حد في المعهد كله له نفس الرقم بتاعك 2018 2019 كذا. انت بس اللي اسمك كده انت بس اللي رقمك كده مش محتاج رقم اسمك جنبيه بس اكتب رقمك صح. خلاص وفي نفس الوقت ليبل تاني لازقه كده على الفلاشه نفسها ما تملش مني ما تزهقش معلش استحمله الكلام ده كله مش هقوله تاني فما تزهقش مني. انا بقول لك عشان بعد كده نتلافى المشاكل. انا بقول لك انا بعمل اقول لك انا بعمل ايه عشان ترتاح يعني عشان نبقى على نور من اولها. والله العظيم كل الكلام اللي انا بقوله ده بحاسبك عليه من تاني محاضره من المحاضره الجايه هاخد منك نور وهاخد منك الفلاشه عليها الكلام اللي انا بقوله. ولو انت ما عملتش كده هضطر احاسبك. انا مضطر ليه؟ عشان المره الجايه ما تعملهاش. عارف لو سمحتك المره دي هتيجي المره الجايه برضه تقصر واللي بعدها تقصر تبقى انت ضيعت من نفسك ثلاثه هنود ثلاثه كلاس ورك ضاع ثلاثه كلاس ورك ب 30 درجه من اعمال السنه اللي هم اصلا كام؟ 40 دلوقتي. انا يعني ايه؟ حاسبك على كام بعد كده؟ خلاص؟ من اول مره من المره الجايه تيجي اعمل الكلام ده. وهفكرك هيجي ناس ملتزمين وهيجي ناس منفضين ومش في دماغهم الهوا ويجي من الاول يقول لي انا فاهم ما عملتش حاجه وما ركزتش وبتاع. ده بقى لازم واحد هيجي الامتياز ولازم واحد هيقع. هي لازم تمشي كده. عارف لو ما مشيتش كده هصعب عليك الامتحان عشان يحصل كده. هو لازم يحصل كده. ما لازم افرق ما بين المستوى ده والمستوى ده. في واحد شاطر غصب عني شاطر وفي واحد هيقع وفي واحد هيقع بس هيلحق نفسه. ده هيحصل لازم يحصل في اي مجموعه بيحصل. مفيش مجموعه عدت عليا كل دول امتياز مفيش مجموعه عدت عليا كله صفر. في ده وفي ده وفي ده. خليك انت مع مين؟ مع اللي فوق. ما يعني ما تشيلش هم اللي تحت. دول هيجوا لوحدهم هيقعوا لوحدهم. ممكن يكونوا ما جوش النهارده اصلا ففاتهم المحاضره اللي زي دي فياخدوا منك بقى الايه؟ الفيديو ويقعدوا مع نفسهم كده. خلاص؟ انت الحمد لله معاك فرصه كويسه جدا من اول محاضره وعارف القوانين كلها وعارف القواعد وعارف كل حاجه. ماشي؟ الدنيا تمشي ازاي؟ 40 30 30 40 اعمال سنه 30 هوم ورك 30 ميد ترم 30 ايه؟ فاينل 40 اعمال سنه 40 ده ينجحوك تقريبا. لو انت بس جيت حضرت وسلمت الدنيا تمام ودخلت الميد ترم جبت 12 ولا حاجه ودخلت الفاينل جبت 12 نجحت. ده لو ده التارجت بتاعك يعني.
لو بتارجت على انك تنجح هتنجح، احضر بس وسلم هتنجح. خلاص خلاص خلاص. فانا هكمل معاك، انا كده سيفت، هبدا اخش بعد كده على مين؟ على سكتشنج بوست، واكمل معاه واحده 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 اهو واحده واحده. الدنيا بتكمل اهي، شايف الدنيا حصل فيها ايه؟ اتغيرت اهي، الدنيا بدات تتغير. بدل ما كانت بريشر بليت بس او مسطح واحد بس، في حاجات بتتكون فوق اهو واحده واحده كده. بص هيرسم دايره هنا والدنيا اكسترود، وبعد ما اخلصها، بعد ما اخلصها كده هيفتح فيها هول، وبعد ما يخلصها ويظبطها هيقوم يعمل ايه؟ مكررها. عارف كلمه باتر؟ مش كابل، باتر. باتر في السوليد وورك، بعد ما بترسم حاجه لو الحاجه دي متكرره على على السيركل، في امر تقول له الحاجه اللي انا رسمتها دي كررها لي على السيركل ده 8 مرات بامر على طول، تنفذ بكل حاجه فيها. يعني هي دايره وجواها دايره وقطعها دايره ومش عارف، كل ده بيتكرر مره واحده. فالراجل اهو جاي عامل كده كده ورسم دي عشان ما نتخانقش مع بعض المره الجايه. دي مش النهايه بتاعتك، دي مش النهايه بتاعتك. اول ما اكتبها على السبوره مش النهايه، مين النهايه؟ كمل. ماي فيرست مين؟ بعد ما هيرسم دي هيطلع منها ايه؟ مساقط، هيبص لها كمساقط. ده اللي بطلب منك تاني، يعني مش تاني، ده التوتوريال اصلا، التوتوريال لسه ما خلصش. كل الناس بتجيب لي الناس بتقول انا خلصت، يا عم لسه اهو كمل ماي فيرست دروينج. في الاخر هتوصل لايه يا معلم؟ انك تعمل حاجه بالمنظر ده. شايف بقى الشغل بقى؟ ده اسمه شوت دروينج. انا لما بنزل الناس مزايا دي واروح فيها ورشه عشان انفذها، يقول لي انا كده كده بعيده مش فاهم اصلا. البتاع الورشه الفني مش فاهم الرسومات دي عارف. دي اسمها شوب درون، شوب درون. رسومات الورشه، رسومات اللي ينفع تنفذ الورشه. انك تدي له ابعاد، انك تدي له خلصات، انك تقطعه من النص عشان توري له جوه في ايه. اهو السكشن، فاكرين السكشن؟ والتهشير ومش عارف الكلام ده. كان بيضيع من هنا عمرنا اهو. مره واحده بتعمل، على طول بتعمل. بامر. خلاص؟ فانت المره الجايه تيجي جايب لي ده، طب الراجل هيتكلم معاك يقول لي بتعمل ده ازاي؟ اهو هيقول لك هتفتح لوحه هتسقط عليها المساقط وهتعمل مش عارف ايه خلاص؟ في الاخر خالص ادي ديمنشن كمان اهو. بس انت كده رسمت لوحه دي. ده التارجت، شوف لما ما يكونش في حاجه هنا يبقى انت خلصت. حلو الكلام؟ اوقف بقى الفيديو ده.